السلام عليكم، معاكم باشمهندس محمد سلامة. ازيكم يا شباب؟ اخبار الصوت كده كويس ولا يعلى شوية؟ الصوت واصل لكل الناس؟ تمام. طيب، حد دي اول محاضرة ليه معانا؟ حد ما حضرش محاضرة يوم الخميس؟ طيب طيب، احنا في اول محاضره خدنا كده انترو في الموبايل كوميونيكيشن، اتكلمنا يعني عن الدنيا بتاعتنا، وكنا بنقول ان احنا في كورس الموبايل هنهتم بالموبايل سيستمز اللي هي ال2 جي وال3 جي وال4 جي، نفهم كمهندس اتصالات ايه السيستمز دي، بتتكون من ايه، النتورك بتمشي ازاي فيها، ايه الفروق ما بين ال 3 جي وال 2 جي، ليه ال 4 جي ظهر، كل الحاجات دي، المكالمات اللي انت بتعملها كل يوم، المكالمات دي بتتم ازاي بتتصل بالطرف الثاني اللي انت بتكلمه، العمليه مش بتمشي دايركت، لا العمليه في اجراءات بتحصل وفي نتورك الاشاره بتمشي فيها، يعني سيستم كامل. الموبايل داتا ازاي بتدخل على النت، ليه ساعات السرعه تدخل على النت تبقى الدنيا سريعه وساعات تانية تبقى، وهكذا. كل ده انت كمهندس اتصالات لازم يكون عندك تفسير ليه، لازم تكون عارف الموبايل كوميونيكيشن كسيستم ازاي الدنيا بتكوميونيكيت فيه. يعني اتكلمنا في خدنا هيستوري، اتكلمنا عن الديزاين بتاع اي سيستم، وباذن الله المحاضره يعني المحاضره دي واللي فاتت هيترفعوا على اليوتيوب في الايام الجايه دي باذن الله. طيب، رؤوف واسامه طالبين اكنولوجي، اي حاجه ابعت شات، ابعت سؤالك في الشات على طول، عنده اي سؤال يبعته في الشات على طول. مش عارف فيه، هل تقدروا تدخلوا فويس ولا لا؟ مش عارف. لا معرفش مين، معرفش مين غير الصراحة، لا معرفش. طيب، ده اللي احنا قلناه في اول شابتر، وكلمنا اول محاضرة وكلمنا عن الجي اس ام كسيستم، وقلنا انه ديجيتال سيستم، وانه ظهر سنة 90، وال2 جي مع ال2 جي الدنيا اختلفت تماما، وابتدينا فعلا كموبايل كوميونيكيشن طريقنا مع ال2 جي، وما شرحناش كونسبتس قوي يعني سريع. نخش بقى، نبتدي بقى في الجد شويه، ونبتدي نركز في الكونسبت بتاعتنا، ونشوف الدنيا هتمشي ازاي. حد عنده اي استفسار قبل ما نبتدي؟ حد من الناس اللي حضرت المره اللي فاتت في حاجه كانت واقفه معاه يعني ما فهمناش في الكونسبتس قوي الصراحه؟ اتكلمنا المرة اللي فاتت عن الاكسس تكنيك، الاكسس تكنيك بيوصف ازاي اليوزرز هيأكسسوا الباند من غير ما يحصل ما بينهم تداخل. هل هنطلع كلنا في نفس الوقت بس على فريكوانسز، على ترددات مختلفة، ولا كلنا على، وده كان اسمها اف دي ام، ولا كلنا على نفس التردد بس في تايم سلوتس مختلفه؟ لازم اختار طريقه معينه، لان احنا قلنا لو كلنا طلعنا ات ذا سيم تايم وسيم فريكوانسي انترفيرنس على طول، وطلعنا ان احنا في الجي اس ام هنشتغل بطريقه قسمنا فريكوانسي وقسمنا تايم. كنا بنقول اف دي ام اي اوفر تي دي ام اي، تمام؟ يعني قسمنا الباند عندنا لترددات، والتردد الواحد بيطلع عليه 8 at the same time. طيب، ده ال 2G system.
ايه ال دبليو دي ام يا ساره؟ قصدي بايه ال دبليو دي ام؟ وايد ديفيجن مالتيبلكسنج مثلا؟ عايز احنا ممكن فعلا نستخدم اكسس تكنيك في الابلينك مختلف تماما عن الداونلينك، وده في الفور جي فعلا ده حصل. الويف لينس يعني ايه المطلوب من الويف لينس؟ وضحي لي اكتر يا ساره، وضحي لي اكتر. كل اللي بلاش ده يا جماعه، دي السيستمز اللي شغاله جي اس ام في العالم. لا مش معانا، ده مش معانا يا صورة. احنا الاكسس تكنيكس اللي عندنا في الموبايل اللي شغالين بيها في ال2 جي بنقسم تايم، بنقسم فريكوانسز، والفريكوانسز بنقسمها لتايم. في ال3 جي بقينا بنقسم كود، يعني بنطلع في نفس الوقت على نفس التردد بس باكواد مختلفه. في ال4 جي بقينا نشتغل اورثوجونال اوف دي ام، اورثوجونال فريكوانسي ديفيجن مالتيبلكس. طريقه الويف لينث الدبليو دي ام لا مش شغاله عندنا في الموبايل خالص حتى الآن يعني، ولا حتى سمعت عنها في الـ5 جي. عليكم السلام، ازيك يا محمد؟ طيب سريعا، اللي قلناه المرة اللي فاتت الحتة البسيطة، ان احنا لو عندنا سايت هنا بالشكل ده كده، سايت ده يعني لما اقول سايت اللي هو البرج الاتصالات اللي بتشوفوه فوق البيوت، ده بنسميه سايت، ده اللي انت بيعمل لك كفرج. انت ليه في الصحراء ما بتقدرش تعمل مكالمة؟ عشان ما فيش سايت، ما فيش كفرج وصلالة. طيب و جبت سايت تاني كده. السايت ده يا جماعه بيطلع راديشن، الراديشن دي بعد مسافه معينه بتبقى بزيرو، ما بتفضلش مستمره لما لا نهايه، لان هي لو الراديشن دي كانت بتفضل مستمره لما لا نهايه كنت تقدر في الصحراء تعمل كود ببساطه. لو جيت هنا السايت ده واشتغلت عليه بتردد اف 1، هو السايت بيبقى فيه كام تردد؟ على حسب، لسه هنشوف، بس هم اكيد ما بيبقاش فيه فريكوانسي واحده. وغيرت السايت ده واشتغلت فيه بفريكوانسي اف 1، هل في مشكلة؟ هل في مشكلة ان انا استخدم في سايت عندي هنا تردد واجي بعد فترة استخدم هو نفس التردد تاني بعد مسافة معينة؟ لا مفيش مشكلة. ليه؟ لان احنا سيبنا مسافة هي معينة، فمفيش مشكلة خالص ان انا اكرر التردد مرة تانية. طب وهو امتى يبقى فيه مشكلة؟ لو العملية بالشكل ده كده، لو التو سايتس جنب بعض بالشكل ده كده وفي الراديشنز بتاعتهم متداخلة مع بعض، لو المنظر بالشكل ده واشتغلت انا التو سايتس دول بنفس التردد ده كده كله انترفيرنس، الكلام ده كده كله، كل ده تداخل. طب الحل ايه؟ الحل ان انت يبقى ده اف 1 وده اف 2، تمام؟ طيب فكرة انك تستخدم التردد في مكان وتيجي بعد مسافة معينة تستخدمه تاني، الفكرة دي كويسة؟ دي فكرة رائعة جدا. ليه؟ لأن احنا الترددات عندنا ليميتد جدا، يعني انت كشركة فودافون معكش، انت مش واخد بند او مش واخد رينج من الفريكوانسز رينج كبير، لا انت واخد رينج محدود جدا. ففكرة ان انت وانت عايز تكفر مصر كلها، طب تعمل ايه؟ عادي خالص، بتستخدم الفريكوانسز دي في منطقه وتيجي بعد المسافه تاني تستخدم نفس الفريكوانسز دي، بس لازم تراعي ان المسافه اللي ما بين التو سايتس اللي بيستخدموا نفس التردد تكون مسافه كافيه ان ما يحصلش ما بينهم تداخل، ما يحصلش ما بينهم انترفيرنس، تمام؟ 26 كيلو متر؟ لا مش شرط، هنشوف دلوقتي هي بتبقى معتمدة على ايه، يعني هي مش حاجة كده ستاندرد، مش بقول مثلا ان احنا لازم تبقى كذا، لا لا لا، تمام. طيب مثال على كده، ترددات الراديو اللي في مصر هنا اللي هي ترددات الاف ام، هي اللي في السودان، هي اللي في ليبيا، هي اللي في اي بلد في العالم. طب ليه ما يعني عمرك ما فتحت الراديو وسمعت مذيع مثلا ليبيا او مذيع؟ لا ليه؟ لان
عقبال ما انت الراديشن بتاعتك بتاعت الراديو اللي هي بالبرودكاست الاف ام توصل مع حدودك مع ليبيا، انت بقيت بزيرو وهو بقى بزيرو، فما فيش تداخل. تمام، ترددات الجي اس ام، ترددات الموبايل اللي شغاله في مصر هي هي اللي شغاله في انجلترا، هي هي اللي في فرنسا، هي هي اللي في اي حته في العالم، وليه ما فيش تداخل؟ نفس الفكره. تمام، حد عنده نقطة في الحكاية دي عشان نبتدي نبني بقى عليها كده شوية حاجات؟ أي حد يجيله أي استفسار في دماغه يسأل ومفيش أي صوت خالص. محدش يفتكر إن في سؤال هايل، مفيش أي سؤال هايل. طيب. طيب تعالوا كده نشوف حاجة تانية. هتخيل معاك إن إحنا كفودافون معانا 7 ترددات بس، هو ده رينج الفريكوانسيز اللي معانا في الشبكه كلها، وانا عايز اكفر ميدان رمسيس. قلنا المثال ده المره اللي فاتت. السايت بتاعنا لما اجي ارسمه كده على كثيرتك برسمه بشكل دايره، لان احنا قلنا ان السايت بيميت راديشن بالشكل ده. فلما نيجي نرسم السايت بتاعنا بنتخيل ان هو من سايت فيو، يعني ان هو واخد شكل سيركل. جيت بكفر، عايز اعمل كفر للميدان رمسيس المنطقة دي، جيت حطيت سايت، حطيت فيه تردد اف 1. السايت ده هيتخيل معاك ان هو بيكفر شارعين ثلاثة بس، مش بيكفر مساحة كبيرة. هجيب سايت تاني، مش الرسم كده، مش هجيب سايت تاني بالشكل ده واشتغل عليه باف 2، سايت تالت وهكذا ورابع وهكذا لغاية ما نبقى الرسمة بالشكل ده اللي قدامنا ده. عملت كده كفرج لميدان رمسيس والترددات اللي معايا خلصت، ومن اف 1 لاف 7 كده الترددات اللي معانا خلصت. طيب نعمل ايه؟ احنا عايزين نكفر مصر كلها، ايه الحل؟ مظبوط يا رداين، مظبوط. نفس الفكره يا جماعه، مش انا بقول نقدر نكرر الترددات بتاعتنا مره تانية؟ اه طيب خلاص، يعني السؤال ده كلهم مش عايز يتغير. ماشي، نفس الفكره بس تقدر تكرر تاني بس بنفس الترتيب بقى، يعني ما تلخبطش لان ما تعملش انترفيرنس وهكذا. اف 4 و اف 1 لازم تخلي المسافه ما بين اف 1 التو سايتس اللي بيستخدموا نفس التردد مسافه كافيه ان ما يحصلش انترفيرنس. طب ازاي دي بنحكمها؟ هنشوف. وتبقى رسمه بالشكل ده كده، مجموعة الترددات اهي، وكررناها تاني بقى وعملنا كفرج لمصر كلها بالشكل ده. حد عنده مشكلة يا جماعة؟ طيب احنا لينا بنسمي مجموعة الترددات اللي بنوزعها على السايتس بتاعتنا. يعني احنا كان معانا تردد من اف 1 لاف 7، وزعناهم على 7 سايت. ال7 سايت دول بس بنسميهم، ليهم اسم عندنا اسمهم كلاستر، اسمهم كلاستر. الكلاستر ده هو الجروب اوف سايتس اللي فيه كل الباند بتاعنا، كل الفريكوانسيز بتاعنا. يعني جوه الكلاستر مش هتلاقي تردد متكرر مرتين، وبره مجموعه الكلاسترز ديت، بره الكلاستر مش هتلاقي تردد مش مستخدم جوه. تاني يا جماعه، الكلاستر هو جروب اوف سايتس، مجموعه السايتس اللي فيها كل الباند بتاعنا. بره الكلاستر مش هتلاقي تردد مش مستخدم جوه. يعني بص على اي تردد في بره الكلاستر ده، مش هتلاقي تردد مش جوه، وجوه الكلاستر مش هتلاقي تردد متكرر مرتين. بس الاسئله دي لا مش وان انتنا ليه؟ هتخيل معاك ان كل سايت فيه انتنا واحده بس، يعني حتى الان، يعني لغايه ما نشوف ايه الجديد، كل سايت فيه وان انتنا بس. في مشكلة؟ حد لغاية دلوقتي، احنا حد مش متابع، احنا حتى الكونسبت البسيط اللي قلناه المرة اللي فاتت رجعنا عليه تاني دلوقتي. فالناس اللي هي الجداد اللي أول مرة تحضر، أنت دلوقتي أنت المفروض تبقى معانا في المود. يعني فاتك الانترو والانترودكشن دي بنقول فيها هيستوري وحاجات بسيطة. دلوقتي ما يعني ما فيش حاجة من اللي بنقولها دلوقتي معتمدة على المرة اللي فاتت. تمام؟
لسه حاضر يا يوسف، لسه هنشوف حته البيت زونز. طبعا في بيت زون، انا بس بقى لسه هندخل لها، هندخل لها دلوقتي. طيب يبقى الكلاستر كفكره هو الجروب اوف سيل اللي او جروب اوف سايتس اللي فيه كل الترددات بتاعتنا. بره الكلاستر مش هنلاقي تردد مش مستخدم جوه الكلاستر، وجوه الكلاستر مش هنلاقي تردد مستخدم مرتين. يعني ممكن نكتب الشكل ده كده، ممكن تبقى العملية بالشكل ده. الناس اللي عايزة تاخد نوتس ده كده، يعني نوتس سريعة عن الكلاستر. تمام. طيب عايزة اتنقل معاك لنقطة تانية او لديفينيشن تاني محتاجينه عشان نقدر. احنا بصوا يا جماعة، احنا في اول شابتر، وقلنا المرة اللي فاتت اول شابتر اللي احنا فيه ده، احنا بنحط البيزكس اللي هنمشي بيها بقى في الموبايل كوميونيكيشن. اول شابتر مهم جدا، بنحط بيزك كونسبت. البيزك كونسبت بتاعته بسيطة قوي، ما فيهاش اي حاجة لازم تفهمها كويس. عشان كده انا ماشي ببطء قوي، مش بالراحه خالص. لو عندك اي ملحوظه صغيره اسم، لو سؤالك اجابته مش دلوقتي هقول لك لا ده لسه. هي الفكره كده. طب حته السايد بيشيل، هو السايد بيشيل كام تردد؟ بيشيل تردد واحد؟ لا طبعا، بس هي بتبقى بتديبند، بنقول على حسب. على حسب ايه؟ يعني لو السايد ده بيكفر جامعه مثلا، لا جامعة فيها كباستي عالية، فمحتاج ترددات كتير. فهي بتدبند أولا على حاجة اسمها الترافيك. الترافيك يعني عدد اليوزرز اللي السايت دول بيخدمهم، عدد كبير ولا عدد قليل. ده واحد. اتنين، أنا كأوبريتور معايا فريكوانسيز قد إيه؟ يعني في الجي اس ام 900 مثلا، هنلاقي إن فودافون وبنيل معاهم ترددات أكتر من اتصالات مثلا. فطبيعي على مستوى البند، بلاش نقول جي اس ام 900 والحاجات دي، نلاقي ان سايت فودافون فيه ترددات اكتر مثلا. تمام. يبقى هي بتديبند انا معايا ترددات قد ايه كاوبريتور، والمنطقه دي فيها ترافيك قد ايه، فيها ترافيك عالي ولا ترافيك قليل، يعني فيها عدد يوزرز كتير ولا عدد يوزر قليل. طب هو السايت بيبقى فيه كام؟ في الافريج، الافريج السايت بيكون فيه 10 ترددات، يزيدوا او يقلوا على حسب الترافيك، بس ما تاخدش رقم 10 في دماغك. يعني انا بقول لك ده الافريج، يعني ومتغير فاريبل، هنشوف فاريبل ازاي. يعني ممكن السايت ده الاقي فيه كباستي عاليه قوي فاروح مزوده الترددات. اقدر نعمل كده؟ ممكن نشوف ازاي الحكايه دي في اخر المحاضره النهارده. ايوه. فكره انت مش لما تمشي في الشارع كراجل مهندس اتصالات ما تقدرش مثلا تقول مجموعه السايتس دي عامله كلاستر. لا لا، فكرة الكلاستر دي انا مطلع اسم عشان تسهل عليا انا كراجل بعمل بلان للنتورك، اقول ده الكلاستر بتاعي اللي فيه كل الترددات بتاعت البند بتاعي كاوبريتور. خلاص وزعته، ابتدي بقى اعمل له ريبيتيشن، هعمل له ريبيتيشن بانهي شكل وهكذا. تمام. طيب ملاحظين ان انا بعمل تكرار للبند بتاعي كل كام سايت؟ البند بتاعي بيتكرر كل كام سايت؟ كل 7. ما هو الكلاستر فيه 7 سايت صح؟ مش احنا وزعنا الفريكوانسز بتاعتنا على 7 سايت. ممكن اسمي السايت سيل عشان بس نسهل العمليه. احنا السايت عندنا بنسميه سيل خلاص. فاحنا الكلاستر بتاعنا موزعينه على 7 سيل. طيب يبقى انا بكرر البند بتاعي كل 7 سايت. طب هو انا ممكن اوزعه على عدد اقل من كده او اكتر؟ هنشوف دلوقتي. بس النقطه الفكره الثانيه اللي انا عايزك تعرفها دلوقتي، حاجه اسمها الفريكوانسي ريوز. الفريكوانسي ريوز بتوصف لك انت بتكرر البند بتاعك كل كام سايت. ففي الكيس اللي احنا فيها دي، احنا بنكرر البند بتاعنا كل 7 سايت، يبقى الاف ار الفريكوانسي ريوز ب7. خلاص في مشكله؟ الفريكوانسي دي بنستخدمها في ايه؟ هنشوف. بس في وحتى الان ما اعتقد ما فيش حاجه. طب لو انا بقى الكلاستر بتاعي، لو انا بوزع البند بتاعي على 4 سايت بس،
يبقى في الحالة دي أنا بكرر البند بتاعي كل كام سايكل؟ كل 4. ويبقى الفريكوانسي ريوز دي كام؟ ب 4. حتة الفريكوانسي ريوز دي فيها مشكلات، بتوصف أنا بكرر البند أو بكرر الترددات بتاعتي كل كام سايكل. تمام؟ طيب. تعالوا بقى ندخل كده في حاجة كده كويسة شوية توضح لنا العملية بتبقى ماشية ازاي. تعالوا نشوف المثال ده يا جماعة. هتخيل برضو معاك ان انا كفودافون معايا 9 ترددات بس، البند بتاعي كله هو 9 ترددات. جيت هنا وعملت الشكل اللي قدامكم ده، وزعت ال9 ترددات دول على 8 سايت. اول سايت خد اف 1 واف 2 واف 3 واف 4 وهكذا، وفي سايت فيهم خد اف 8 و9. مجموعة السايتس دي اسميها ايه؟ اسميها كلاستر. في مشكلة؟ مش الكلاستر هو انا البند بتاعي كله 9 ترددات، وزعتهم هنا على 8 على 8 على 8 على 8 سايت على 8 سايت. يبقى المجموعه، خلاص انا وزعت البند كله، يبقى الجروب اوف سايتس ده اسمه ايه؟ اسمه كلاستر. تمام؟ طيب. بس وجيت مره ثانيه رحت عامل كده، رحت موزعه على 4 سايت بس، كل سايت داخد اف 1 و2، داخد اف 1 و2، وده اف 3 و4، وده اف 5 و6، وده اف 7 و8 و9. عندنا بقى سؤالين هنا، او قبل ما نقول السؤالين، مجموع الجروب ده كده اسمه ايه؟ اسمه كلاستر برضه. يعني انا عايز اقول لك الكلاستر ده ملوش عدد معين، الكلاستر ده انت وزعت البند او الترددات بتاعتك على كام سايت؟ على 4. يبقى الـ4 دول مع بعض بسميهم كلاستر. وزعتهم على 8، يبقى الـ8 دول مع بعض اسمهم كلاستر. خلاص. السؤال بقى، في سؤال كده واحد يجاوبني عليه، شوف ما الصح. هنا السايت ده اشتغلت فيه بف بتردد 1، وهنا اشتغلت فيه بتردد 1 برضه، وهكذا. ليه هنا في السايت ده حطيت فيه ترددين ولسه قايل انا موضح الحكايه دي؟ ليه السايت ده فيه ترددين؟ الله ينور عليك يا الله ينور عليك يا محمد، الله ينور عليك، كله تمام، كل الناس صح. تمام. السايت ده فيه تو فريكوانسيز، هنا فيه ترافيك عالي. يعني انت عايز تقول لي ان ممكن جوه الكلاستر توزيعه سايت ياخد تردد وسايت تاني ياخد 2 وسايت تاني ياخد 3؟ اه، على حسب الترافيك، مش حاجه كونستنت. تمام. السؤال الثاني، هو عدد الترددات، او نصعبها شويه، عدد الشانلز اللي في الكلاستر ده تساوي ولا اقل من ولا اكبر من عدد الشانل اللي في الكلاستر ده؟ حد يقول لي تاني، عدد الشانلز اللي في الكلاستر ده اكبر من او اقل ولا تساوي عدد الشانلز اللي هنا؟ الله الله ينور عليك، تساوي صح. ما هو هنا الفريكوانسز اللي هنا هي الفريكوانسز اللي هنا، الشانلز في مشكله كده. تمام. طيب. واحد يقول لي انت هنا ليه وزعتهم على 4 وهنا ليه وزعتهم على 8؟ تعالوا بقى نشوف وركزوا معايا في المثال ده قوي. المثال ده هننهي بيه حته الكلاستر والفريكوانسي ريوز، و يعني نفهم بيه الدنيا هتبقى ماشيه ازاي. ماشي يا احمد، روحي صح، بس انت لسه بدري قوي. انت راجل بتهزر من الاول. ماشي ماشي، طيب يا جماعه عادي عادي. ماشي يا احمد، تابعنا. ماشي. طيب بص يا جماعه، طيب احنا دلوقتي عندنا منطقتين، المنطقتين دول نفس المساحه بالظبط. يعني هنا في عندنا 2000 يوزر وهنا عندنا 2000 يوزر. تمام. ال 2000 يوزر يعني عندنا 2000 واحد عايزين يتكلموا في نفس الوقت.
والمنطقه دي فيها 2000 واحد عايزين يتكلموا في نفس الوقت، خلاص. المنطقه دي هتخيل معاك انها كانت مساحتها 2 كيلو بالشكل ده كده، في 1 كيلو، والاريا التانية نفس الكلام برضه، نفس هي كل حاجة 2 كيلو. في 1 كيلو نص. هنا في 2000 واحد عايزين يتكلموا في نفس الوقت، وهنا 2000 واحد عايزين يتكلموا في نفس الوقت. طيب تعالوا نشوف هنعمل ايه دلوقتي. تعالوا نضرب برضو مثال جديد. هتخيل ان انا كاوبريتور معايا 12 تردد بس، هو ده البند بتاعي. فاكرين المره اللي فاتت قلنا حاجه كده في اول المحاضره، قلت ان الكباستي لو عايز كباستي هتضطر تضحي بالكواليتي. فاكرين الحكايه دي؟ لو عايزين كباستي عاليه الكواليتي معانا بيبقى فيها مشكله، ولو عايزين كواليتي عاليه دي بتاثر على الكباستي. فاكرين الحكايه دي يا جماعه؟ تعالوا بقى نشوف الحته دي. احنا جينا في الاريا ديت، هسميها اريا واحد ودي اريا اتنين. جينا في الاريا دي وعملنا الشكل اللي احنا هنشوفه ده، وزعت ال 12 تردد دول على 12 سايت، كل سايت خد تردد واحد، ده اف واحد وده اف اتنين وده اف تلاته وده اف اربعه وده اف خمسه وهكذا لغايه اف 12. في مشكله؟ لقيت ان التوزيعه دي، اولا ده كده اسمه الكلاستر بتاعنا، ده كده الكلاستر بتاعنا. طيب لقيت ان لما عملت الحكايه دي لقيت ان انا دلوقتي بكفر 1 كيلو في 1 كيلو. انا كده محتاج يعني الكلاستر ده عمل لي كفر لمساحه نص الاريا. انا كده محتاج كام كلاستر في الاريا دي تاني؟ واحد بس، صح؟ محتاج كلاستر كمان بس. ففعلا ضفنا كلاستر كمان اهو بالشكل ده، وكده انا بقيت اكفر الاريا دي كلها. هتخيل معاك ان عدد التشانلز اللي في الكلاستر هنا 400 تشانل. يعني كده الاريا دي فيها كام تشانل دلوقتي؟ احنا عاملين كام كلاستر؟ اتنين. يبقى فيها كام؟ فيها اتنين في 400، يعني 800 شانل. 800 شانل دول يقدروا يخلوا كام واحد يتكلم في نفس الوقت؟ لا، مش قصدي يا يوسف، انت ضربت في 8. لا انا قصدي 800 شانل يعني 800 تايم سلوت، 800 تايم سلوت، يعني الشانل الواحده تاخد يوزر واحد ما تقدرش كمان، تمام؟ ففي الكيس ديت هيتكلم 800 واحد بس في نفس الوقت، واحنا عندنا عايزين 2000 واحد يتكلم في نفس الوقت، تمام؟ يعني الكباستي عندي هنا فيها مشكله، مش قادر اخدم كل الناس. طب تعالوا نشوف في حل تاني. في واحد يقول لك لا احنا ممكن نعمل طريقه توزيع تانيه في الاريا ديت تخدمنا شويه. طيب التردد فيه 8 تايم سلوت، التايم سلوت الواحد بسميه شانل، فمفيش مشكله في دي يعني. خليني اقول ان انا عندي، طيب انا عندي كده 800 تايم سلوت، يعني 800 واحد يقدر يتكلمني، في مشكله؟ 800 تايم سلوت، خلاص؟ طيب تعالوا نشوف الحل الثاني اللي هنعمله دلوقتي. جينا هنا وقال لك لا انا هوزع ال 12 تردد دول على 4 سايت بس. اول سايت هياخد اف 1 و2 و3، ثاني سايت اف 2 اف اف 4 و5 و6 7 و8 و9 و10 و11 و12، كل سايت واخد 3 ترددات. تفتكروا كده مساحة الكلاستر قلت عن الكلاستر الثاني ولا زادت؟ انا كده قللت مساحة الكلاستر، صح؟ طيب السؤال عندي، لو الاريا دي لما كنت بوزع فيها الترددات بتاعتي على 12 سايت خدت 2 كلاستر،
هنا لما وزعوا على 4 سايت هتاخد كام كلاستر؟ قصاد الواحد من هنا 3 من هنا. يعني هلاقي ان انا عندي 6 كلاستر. الكلاستر الواحد فيه كام تشانل؟ فيه 400. المنطقة دي دلوقتي كفر بكام تشانل؟ اضرب 6 في 400 يعني 2400 تشانل عندك في الاريا رقم 2 اللي هي بالظبط نفس خواص اريا واحد 2400 تشانل. حاضر لسه عيد تاني. حاضر. يعني كم واحد يقدر يتكلم في نفس الوقت؟ 2400. كم واحد يقدر يتكلم في نفس الوقت؟ 2400. حاضر هعيد المثال تاني. طب ممكن اخلص بس عشان الناس اللي معانا. طيب هو ايه اللي حصل؟ ازاي احنا في الاريا دي المره دي جبنا عدد تشانلز كبيره؟ كل اللي حصل ان انا قللت حجم الكلاستر، قللت حجم الكلاستر وعملت له ريبيتيشن كتير. قللت حجم الكلاستر وعملت له ريبيتيشن كتير فخدت كباستي عاليه. بس المشكله ايه؟ المشكله ان المسافه ما بين التو سايتس في المنطقه دي اللي بيستخدموا نفس التردد مسافه صغيره جدا. وبالتالي الانترفيرنس عاليه. فنرجع لمشكله انك لو عايز كباستي هتلاقي فيه انترفيرنس فهتضحي بالكواليتي. لكن الاريا ديت اللي هي كان فيها عدد الشانلز قليل، المسافه ما بين اف 1 واف 1 اللي هم التو سايتس اللي بيستخدموا نفس التردد مسافه كبيره قوي. تمام؟ وبالتالي ما كانش فيه انترفيرنس عالي، الكواليتي كويسه بس الكباستي وحشه. نعيد المثال ده تاني من الاول خالص. نعيد المثال ده تاني من الاول خالص. بصوا يا جماعه عايزين بس دلوقتي نوضح ايه فكره الكلاستر وازاي انا اخد كباستي عاليه بس ايه المشاكل اللي هتبقى عامه. تاني احنا عندنا دلوقتي منطقتين، المنطقتين نفس المساحه بالظبط 2 كيلو في 1 كيلو. كل منطقه فيها 2000 واحد عايزين يتكلموا في نفس الوقت، يعني عايزين كام تشانل؟ عايزين كام تايم سلوت؟ عايزين 2000 تايم سلوت لان هم هيتكلموا في نفس الوقت. انا فرضت معاك اني فرضت معاك ان احنا معانا البند بتاعنا كله كان 12 تردد بس. فجي حد قال لي احنا هنوزعهم بالطريقه دي اللي هي الطريقه رقم واحد تدي واحد. هنوزعهم ازاي؟ هوزع ال 12 تردد دول على 12 سايت، يعني كل سايت هياخد تردد واحد. تمام؟ بعد ما عملت التوزيعه ديت لقيت ان اولا ال 12 سايت دول بقى اسمهم كلاستر، صح؟ مش الكلاستر هو المجموعه السايتس اللي فيها البند كله، فدلوقتي ده اسمه كلاستر. طيب لقيت ان انا عملت كفر لنص الاريا بتاعي. يعني محتاج كام كلاستر تاني؟ محتاج كلاستر واحد بس كمان. يعني الاريا دي بالطريقه ديت استخدمنا فيها كام كلاستر؟ استخدمنا فيها 2 كلاستر. في مشكله؟ واحد قال لك لا تعالى نعمل طريقه توزيع تاني اللي هي طريقه رقم 2. قال لك ايه؟ قال لك انا هوزع ال 12 تردد دول على 4 سايت بس، كل سايت واخد 3 ترددات. تمام؟ والاربعه سايت دول سميناهم كلاستر. في مشكله يا جماعه هنا؟ حتى الان حد واقف في حاجه عشان بس نبني؟ يلا نكمل. حد واقف في حاجه يا جماعه؟ دول اسمهم كلاستر. اكمل؟ طيب هنا لما جيت اعمل ريبيتيشن عشان اعمل كفر للاريا ديت لقيت ان انا محتاج 5 كلاستر كمان. ليه؟ ما هو اصل لو المنطقه ديت ما هما المنطقتين نفس المساحه، لو المنطقه ديت لما المنطقه اللي هي اريا واحد خدت 2 كلاستر لما كان الكلاستر واحد فيه 12 سايت، يبقى هنا هتاخد 6 كلاستر لو الكلاستر واحد فيه 4. دي حاجه لوجيك يا جماعه، حاجه بسيطه خالص يعني. طيب انا بفرض معاك فرضيه ان الكلاستر ده فيه 400 تشانل، 400 تايم سلوت، كده الاريا دي فيها كام تشانل؟ فيها 800. يعني كام واحد يقدر يتكلم في نفس الوقت؟ 800 بس. يعني في مشكله عندي في الكباستي. طيب المنطقه دي فيها كام كلاستر؟ فيها 6، والكلاستر فيه 400 تايم سلوت، يعني كام واحد يقدر يتكلم في نفس الوقت؟ اضرب 6 في 400 يعني 2400 تايم سلوت، يعني 2400 واحد يقدر يتكلم في نفس الوقت. طب هو ايه اللي حصل؟
اللي حصل في الحل الثاني ان انا وزعت الترددات بتاعتي على عدد سايتس قليل، يعني قللت حجم الكلاستر، قللت حجم السايتس اللي في الكلاستر، وعملت له ريبيتيشن كتير، فخد نكبه بس عاليه. بس مشكله الحل ده ايه؟ ان المسافه ما بين التو سايتس اللي بيستخدموا نفس التردد مسافه صغيره جدا، وبالتالي الانترفيرنس عالي، نسبه الانترفيرنس عاليه، والانترفيرنس بيعمل مشكله كواليتي. فنرجع للازمه، انك لو عايز كباستي هتضطر تضحي بالكواليتي. لكن في الحل الاول المسافه ما بين التردد اف 1 والسايت الثاني اللي بعده اللي بيستخدم اف 1 مسافه كبيره قوي، وبالتالي مفيش انترفيرنس بس عندك مشكله كباستي. يبقى نفهم من كده ان كل ما عدد السايتس، كل ما عدد السلة اللي في الكلاستر بتقل، هنقدر نعمل ريبيتيشن كتير وهناخد هاي كاباستي، بس مشكله انترفيرنس والعكس. بس هو ده، دي اهم حاجه انا عايزها في المحاوره النهارده. ركز كده، شوف ايه الاسئله اللي في دماغك، وانا يعني اسال براحتك خالص عشان الكونسيبت ده مهم قوي، واللحظه دي مهمه يعني. اف 1 لما تتحط جنب اف 2 مفيش تداخل ما بينهم، بيحصل حاجه اسمها adjacent channel interference، هنشوفها دي ايه. لكن تداخل اللي هو يبقى في، لا ده تردد وده تردد تاني، تمام. طب صحيح، احنا دلوقتي خدنا كباستي، بس عندنا مشكله في الكواليتي. هنتغلب على الكواليتي دي ازاي؟ هنشوف بقى ايه الحلول اللي هنعملها، هنشوف ايه الحلول اللي هنعملها. طب حد يقول لي الفريكوانسي اليوز في اريا رقم واحد بكام؟ فريكوانسي اليوز ب 12، صح؟ مش احنا مقسمين البند بتاعنا، بنكرر البند بتاعنا كل 12 سايت. طب الفريكوانسي اليوز في الاريا رقم 2، انا اللون مش عارف ليه مش عايز يتغير معايا، فمعلش اصبروا بقى على اللون الاحمر. طب ما انتوا زملكاويه يعني، طيب ماشي، مبروك ليكم الدوري يعني. فريكوانسي اليوز هنا ب 4، معناها ايه؟ معناها انك ان كل ما الفريكوانسي يوز كرقم يقل، معناها ان انت عامل مصغر حجم الكلاستر قوي وعمل له ريبيتيشن كتير. يعني طيب احنا في القاهره هنا فودافون شغاله بفريكوانسي يوز كام؟ فودافون شغاله بفريكوانسي يوز 4 وكمان 3، يعني بتكرر البند بتاع كل 4 سايت. ليه؟ القاهره فيها كباستي عاليه، فيها ترافيك عالي. طيب معنى كده ان في انترفيرنس عالي بسبب الحكايه ديت؟ لا. ليه؟ لان احنا بنقدم حلول بتقلل مشكله الانترفيرنس ديت، هنشوفها هي ايه. تمام، ننقل على الجزئيه اللي بعدها. اللي عنده اي اسئله يسال يا جماعه، محدش يتكسف من السؤال. عنده اي اسئله يسال. طب ده الإجابة بتاعته هتبقى في شابتر 3 لما نشوف كل اوبريتور واخد بند قد ايه. ماشي يا محمد؟ شابتر 3 هنشوف فودافون وموبينيل واتصالات، كل شركة من دول واخدة بند قد ايه، وبالتالي نقدر نعرف عندهم كام كارير وهكذا. خلاص؟ دي كانت المقارنة اللي احنا شفناها المرة اللي فاتت. النقط دي يا جماعة دي الكفرج، يعني دي الكفرج اهي، كل النقط دي كده ده الكفرج بتاعنا. هو ليه هنا في هنا مفيش كفرج؟ لان هنا صحراء، فده طبيعي ما يبقاش فيه كفرج يعني. امال ايه النقط دي؟ دي بقى تلاقي واحات مناطق مثلا يعني فيها برضه ناس، فبيتحط لهم كفرج وهكذا. ماشي؟ طيب صحيح الباوربوينت، ثواني اجيبها لكم، هبعت لكم اللينك دلوقتي اهو. ثواني
دي اتصالات، دي مبنية. قلنا ان فودافون هي ليها احسن داونلود سبيد واحسن ابلود سبيد واحسن ريسبونس تايم واحسن دقة في النتورك، هي كانت لفودافون. لو عايزين اجيب لكم اللينك بتاع السايت ده تشوفوا الدنيا عليه، ماشي مش مشكلة يعني. ده يا جماعة اللينك بتاع الباوربوينت بتاع تاني محاضرة، اللي هي المحاضرة اللي قدامكم دي. طيب تعالوا بقى، يوسف كده كان قال لنا على حاجة من شوية حلوة. هو أنا لو متخيل معاكم إن السايت بتبقى مرسومة بالشكل ده كده، بالشكل الدوائر ده، تفتكروا ده كده إيه؟ النقط الفاضية دي إيه؟ كل الفاضي ده دي ديد زون يا جماعه، يعني يعني مناطق ما فيهاش كفرج، يعني عندها لو بتعمل كول المكالمه تقع، عندها لو بتعمل كول المكالمه تقع. طيب ايه حلها؟ هنلاقي واحد يقول لي انت ليه عامل كده اصلا؟ طب ما تعمل اوفرلابنج ما بينهم بالشكل ده كده، خلي في تداخل ما بينهم كده بالشكل ده، محدش يقول لي هيحصل انترفيرنس بقى، محدش يقول لي هيحصل انترفيرنس. ليه؟ لا ليه يا اسلام؟ ما هو ده اف واحد وده اف اتنين، فده تردد غير التردد ده خالص، وده اف تلاته وهكذا يا جماعه. اف 4 الترددات دي مختلفه عن بعض، تمام؟ مفيش مشكله ان احنا نعمل اوفرلابنج. طب نفهم بقى من كده، يعني لو عايزين نرسم حدود السايد بتاع اف 1 ده نرسمه ازاي؟ هنلاقي ان حدود السايد بتاع اف 1 بالشكل ده كده. عارف ليه القلم اللون مش عايز يتغير معايا؟ مش عارف يعني، معلش عشان الرسم كده هتبوظ خالص. نلاقي ان الشكل الحقيقي للسايت هو هيكسا، هيكسا شكل سداسي. يعني لما نيجي نعمل اوفرلابنج وناخد منطقه الافكتف بتاعت كل سايت فنرسمها، ولما نيجي نكونها نلاقي ان السايت بيكون لي شكل سداسي بالشكل ده كده، تمام؟ طيب حد بقى يقول لي هو في الحقيقه، في الحقيقه السايت لما بنيجي نحطه بيعمل لنا، يعني السايت اهو في انتنه اهي، الانتنه بتطلع ويف، فتيجي هنا تروح رسمها لي شكل سداسي، تروح واقفه كده، وتيجي هنا تروح واقفه عامله لي شكل سداسي كده. في الحقيقه السايت بيرسم لي شكل سداسي ده؟ ايوه الله ينور عليك، دي حاجه نظري، حاجه سيرتي. امال في الحقيقه شكل الويف بيبقى عامل ازاي؟ حاجه راندوم بالشكل ده كده، راندوم شيب، انت ما تعرفش الشكل يجي مش عامل ازاي. ليه راندوم؟ لان ممكن هنا يكون في مثلا برج طالع عمل لك ليميتيشن للراديشن وهكذا، فانت فعليا العمليه معاك بتبقى راندوم. معنى حته ان الراديشن بتمشي راندوم معنى كده ان هيبقى في مناطق فيها ديد زون، صح؟ لان السايت سايت جنبه هيعمل راندوم برضه راديشن، وسايت تاني هيعمل راندوم راديشن، فهنلاقي فيه ممكن غصب عنك تلاقي فيه مناطق فيها ديد زون، مظبوط؟ ويبقى العمليه بقى جوه النتورك ماشيه راندوم في راندوم. ولما نقول مثلا ان فودافون احسن كفرج في مصر، فدي لان حظها حلو، حظها كويس، لان السايتس بتاعتها بتمشي راندوم بشكل كويس، ما بقاش فيها ديد زون مثلا. المبنيين مش كويسه لان حظها وحش. هل الكلام ده منطقي؟ طبعا لا. ليه؟ لان احنا مفيش يا جماعه حاجه اسمها حظوظ في النت. انت سيادتك قبل ما تحط السايت في مكان معين في الشارع مثلا الفلاني، لازم تكون دارس شكل الراديشن هيمشي ازاي، وهل شكل الراديشن ده
هينتج عنه ان هيبقى في مناطق ما فيهاش كفرج، فانت لازم تكون دارس قبل ما تحط السايت في مكانه، هو السايت ده المكان ده مناسب ليه ولا لا. لازم تكون دارس الاريا زي ما اسلام بيقول. يعني ايه تدرس الاريا؟ يعني تدخل في مرحله البلاننج. فعليا احنا قبل ما بنعمل كفرج لمصر كلها لازم الاول تعمل بلاننج للنتورك، تدرس المنطقه. يعني هناخد مثلا منطقه زي اسكندريه دي. اسكندريه هنقول مثلا فيها، تخيل معاك ان فيها 2 مليون واحد، هما ال 2 مليون كلهم هيستخدموا الموبايل؟ لا طبعا. يعني بنقول مثلا 1000 مليون و600 الف مثلا، دول الناس اللي هتستخدم الموبايل فيه. الباقي دول ناس كبار قوي وناس واطفال صغيرين. يبقى مليون و600 الف. طيب انا كفودافون المليون و600 الف دول هيجوا لي كلهم لوحدي، ولا في منهم نسبه هتروح للاتصالات وناس تانية هتروح لموبينيل؟ لا، في حاجه اسمها ماركتنج شيرنج، يعني في نسبه بتيجي عندي ونسبه للناس للاوبريتورز التانيين. هتخيل معاك مثلا ان في 5 سنين جالي 40% منهم، دي تبقى حاجه كويسه، نسبه ورقم كويس. يعني مثلا هقول 600 الف مثلا خلال 5 سنين هيجي لي منهم. طيب احنا ماشي معاك اهو، بنفكر ازاي في البلاننج. احنا عايزين نشوف الناس وهي بيعملوا كفرج لاي مدينه بيفكروا ازاي، ايه الطرق اللي بيفكروا بيها ككونسبت يعني. فهقول مثلا جه 600 الف هيجي لي مثلا في خلال 5 سنين او 4 سنين. طيب السؤال بقى، الناس دي اللي عندي في اسكندريه دول اللي هم 600 الف دول كلهم هيعملوا مكالمات في نفس اللحظه؟ يعني ال 600 الف at the same time هيطلبوا ريكويست انهم يعملوا كول من الشبكه في نفس اللحظه؟ مستحيل. يعني انت تعالى مثلا للعيد اللي هي الاعياد اللي هي بيبقى فيها اكبر كارثه، هل كل الناس اللي في نتورك فودافون الساعه 10 الصبح 10 بالثانيه بيعملوا كود بيطلبوا ان هم يعملوا مكالمات؟ لا، في ناس بتطلع عند 10 وثانيه، 10 وثانيتين ناس تانيين بتطلع، 10 ودقيقه يكون الناس اللي هي عملت كولز بتكون خلصت المكالمه وناس تانيه تطلع، وهكذا عامله زي الموت. لكن ان ات ذا سيم تايم 10 و2 سكند الناس كلها اللي في النتورك تعمل كل ده، ما عمر الكيس دي ما تحصل. فانا بقول مثلا ان من 600 الف دول 400 الف هيعملوا مثلا كول ات ذا سيم تايم. انا كل ده عايز اعمل ايه يا جماعه؟ كل ده انا بفكر المنطقه دي فيها كام واحد؟ متخطط ان انا يجي لي كام منهم في ظرف مثلا 4 سنين؟ ليه؟ احنا ليه عايزين نعرف الارقام دي؟ عشان اعرف انا الاريا دي عايزه كام سايت؟ هكفر اسكندريه محتاجه كام سايت اكفر بيه اسكندريه؟ تمام؟ كل ده احنا رايحين للطريق ده. خلاص عرفت وعملت شويه الكالكوليشنز كراجل بتاع بلاننج علشان اشوف هكفر اريا زي اسكندريه دي بكام سايت. قلنا مثلا ان احنا معلومه فودافون عامله كفرج لمصر ب 7000 سايت في الجيس اد 2 جي. فودافون عامله كفرج لمصر ب 7000 سايت. هتخيل معاك دلوقتي ان احنا بعد ما عملنا الكالكوليشنز دي لقيت ان مثلا منطقه زي اسكندريه محتاجه 1000 سايت مثلا، نعمل دي كفرج. السؤال بقى الثاني، كل سايت من السايتس دول احطه فين؟ ايه المكان المناسب اللي يكون مناسب لكل سايت؟ هو ده السؤال الثاني. طب هعرف المكان المناسب منين؟ انزل احط السايتس كده في مناطق راندوم وبعدين اعمل سويتش اون للباور واشوف الدنيا ماشيه ازاي؟ ولما الاقي في ديد زون اروح شايل السايت من مكان احطه في حته تانيه؟ تفتكروا نعمل ايه؟ احنا محتاجين نعمل سيميليشن يا جماعه الاول. لا، ما هو ما ينفعش طبعا. لسه يوسف مرحله الدرايف تيست دي اخر ستيب عندنا. محتاجين الاول نعمل سيميليشن. يعني ايه؟ يعني محتاج برنامج كده، البرنامج ده كسيميليشن تولز. البرنامج ده يا جماعه بيبقى في منه كذا كده نوع، بس هو مش افيلبل لليوزرز العاديين، ده بيبقى مع الاوبريتورز. البرنامج ده انا عايز اوتبوت منه ايه؟ عايز الاوتبوت بتاعه ان يجيب لي افضل مكان لكل سايت. طب الانبوتس تبقى ايه؟ الانبوتس اللي بتدخل للبرامج السيميليشن دي بتبقى معلومات عن الاريا، زي المعلومات اللي بقولها ديت. احنا عندنا كام يوزر الاول؟ تاني حاجه الاريا دي
كخريطه كده، خريطه مثلا بتوضح لي ان هنا مثلا نهر النيل، فهنا السيجنالز بتاعتي هتمشي من غير انترفيرنس، هتمشي من غير ما يحصل لها انعكاسات. لكن لا، هنا الشارع ده ضيق هيحصل فيه ريفليكشنز كتير. خريطه تانيه بتوضح لي التضاريس المنخفضات والارتفاعات بتاعت الاريا بتاعتنا. خريطه ثالثه بتقول لي هنا مثلا منطقه تجمعات سكنيه، يعني في ترافيك عالي، يعني محتاج هنا تركز عدد الصف بتاعك. المنطقه دي لا، المنطقه دي فيها منطقه جناين، منطقه اوبن اريا ما فيهاش عدد ناس كتير، وهكذا. كل المعلومات دي والمابس دي بتدخل للبرنامج بتاعنا السيميليشن، وبعد ما بتدخل ببتدي انا كراجل بتاع بلاننج اوزع السايتس بتاعتي في الاماكن. الاماكن يعني بوزعها بشكل راندوم على البرنامج السيميليشن، واعمل سويتش اون للباور واشوف بيظهر قدامي الشكل اللي قدامي ده، الازرق ده والاحمر والاخضر ده، دي السيجنالز بعد ما بعمل سويتش اون للباور بتاعت السايتس. كل الاحمر ده يا جماعه يعني بيقول لي ان ده ديد زون، ده ديد زون. طول الازرق اللي قدامنا والاخضر يعني انت الدنيا كويسه، والاصفر كمان برضه اكسبت. كل بقى الاحمر ده بيقول لي ان المناطق دي بتوزيعه السايتس اللي انت موزعها دي، الحته دي هيكون فيها ديد زون. طب انا اعمل ايه؟ لا اقول والله السايت المفروض يتشفت كده شويه، المفروض السايت اللي بيسيرف المنطقه دي اعلي الباور بتاعه، وهكذا، واعيد توزيع السايتس تاني على البرنامج لغايه ما اوصل لافضل نتيجه. ان انا ما عنديش انترفيرنس، مفيش تو سايتس بيستخدموا نفس التردد في ما بينهم انترفيرنس، ثاني حاجه ما عنديش ديد زون. اول ما اوصل للنتيجه دي ابتدي انا كراجل بتاع بلاننج اجيب الاحداثيات بتاع كل سايت، انزل بيها قطاع الجي بي اس وانزل بيها الارض الواقع، وابتدي اشوف. افرض مثلا الجي بي اس جاب لي ان السايت اتحط في نص الشارع، او حط في نص الشارع، لا طبعا ما فيش مشكله ان انا شفته بالعماره اللي جنبها. طب افرض مثلا جيت احط السايت على عماره مع او مبنى معين، الراجل المالك مرضيش، او مثلا حط مبلغ كبير، ما فيش مشكله خالص ان انا برضو اشفته للمبنى اللي جنبه. يعني هي بتبقى في شويه ظروف ماركتنج بتحكمك ان انت ما تحطش السايت في مكان معين، بس لو السايت كريتيكال قوي ولازم تحطه في مكان معين، طبعا بتضطر ان المبلغ اللي طلبه المالك يكون فوق. طيب ده كده سريعا السيت بلاننج، ازاي احنا بنعمل كفرج او بنعمل بلان للكفرج عندنا في النتورك ككونسبت تاخدها ليك يعني. هو انت فعليا بعد ما بتعمل بلان الكفرج بتاعتك ما بيكونش فيه ديد زون؟ تخيل معايا كده، بيكون فيه ديد زون ولا لا؟ احنا رتبنا وعملنا حساباتنا لكل حاجه وطلعنا ان لا الدنيا كويسه على السيميليشن، بس فعليا في ارض الواقع هل الدنيا خلاص بقت ايديال ومبقاش عندنا اي مشاكل؟ لازم يا جماعه برضه هيطلع مشاكل، مفيش حاجه ايديال، يعني هنطلع نلاقي ان في مناطق فيها ديد زون. طيب والحل ايه؟ الحل بقى يجي هنا الراجل اسمه درايف تيست، ودي اول شغلانه ليك كراجل فريش جراديوت ومتاحه وتقدر تبتدي فيها. الراجل بتاع الدرايف تيست ده مهندس معاه عربيه بسواق ومعاه لابتوب ومعاه برنامج على اللابتوب اسمه التيمز، ومعاه كده كذا موبايل. الموبايلات ديت بتبقى نوع سبيشال كده المترولا، والموبايلات دي متوصله باللابتوب. الراجل ده بيعمل ايه؟ الراجل ده بينزل يعمل الاتي. بعد ما بنعمل بلاننج الراجل ده بينزل يعمل سيرفي للنتورك كلها، يعني نقول له مثلا امسك المنطقه ديت اللي هي مثلا خمس ست شوارع دول، اعمل لي ليهم مسح، اعمل لي ليهم كفرج سيرفي. يعني ايه؟ يعني الراجل ده بيفضل ماشي في المنطقه دي، والموبايلات اللي معاه اللي هي كونكتد باللابتوب، الموبايلات دي بتمجر بتسند وتريسيف من البي تي اس، من السايتس اللي موجوده، سند وتريسيف سيجنالز من السايتس الموجوده، وتعرض الباور بتاعت السيجنالز دي على البرنامج اللي موجود على اللابتوب. فمن خلال السيميليشن ده بتشوف والله هنا في منطقه ديد زون، طب ايه السبب؟ هنا الباور المفروض تعلى شويه، ده هنا في انترفيرنس، في تداخل ما بين سايت المفروض، وهكذا.
بتعمل ريبورت، وريبورت ده بتبعته للراجل اللي اسمه اوبتمايزيشن اوبتمايزر، اللي بيبقى موجود في فودافون او في الشركات الفيندور، يشوف المشكله اللي موجوده ايه ويدي بقى الاوردرز بحلها. دي اول شغلانه انت بتستارت بيها، حلوه جدا وبتعلمك، بتستفاد منها كتير ومتاحه، يعني هي متاحه على طول، تقدر اول ما تتخرج تشتغل فيها باذن الله. دي حته الدرايف تيست، الشغل متقسم ايه في الموبايل وهكذا، نبقى نشوف الدنيا بتبقى متقسمه ازاي. طيب دي بالنسبه للدرايف تيست. يا جميل، اندرويد اسمه درايف تيست انجينير، او ان هو بيعمل سيرفي. اقول لكم كده اقسام الشغل عندنا ايه، تعالوا كده نشوف اقسام الشغل ايه. بصوا يا جماعه، احنا عندنا السايت بتاعنا الموقع يعني الموبايل، بيبقى جنبه كده اوضه كده لونها ابيض، عارفين بتشوفوا الاوضه دي؟ تبقى فول فيو، بتبقى ظاهره كده، تلاقي السايت وجنبه كده اوضه بيضاء كده. الروم ديت، الروم دي فيها اليمنت، الاليمنت دي هي اللي بتكنترول على السايت بتاعنا، هي اللي بتكنترول على السايت ده. طب لو ده سايت فودافون، لو ده سايت فودافون، الاليمنتس دي اليمنت فودافون؟ حد يجاوبني. لا، بنلاقي ان الاليمنتس دي مش اليمنت فودافون، بنلاقي ان هي بتاعت هواوي او اريكسون او الكتل او نوكيا، او اللي هي اسمها شركات الفيندور. دي اليمنت شركات الفيندور اللي هي بتبقى اريكسون او هواوي او نوكيا او هكذا او الكتل. ماشي. تمام. طيب ليه يا جماعه؟ اصل فودافون مش بتصنع اكويبمنت. امال مين اللي بيصنع اكويبمنت؟ مش هي المسؤوله عن تصنيع الاكويبمنت. طيب فودافون تختار مين؟ تحط اكويبمنت الاريكسون ولا النوكيا ولا الهواوي؟ اولا بس هو اللي في مصر حاليا شغال بشكل كبير قوي هم اريكسون وهواوي. اريكسون سويدي، كواليتي كويسه بس غالي شويه. الهواوي صيني، الكواليتي بتاعته مش قوي، بس دلوقتي فعلا زي ما اسلام بيقول هواوي شغاله حلو جدا في مصر. ليه؟ هواوي بتقدم لك مميزات كتير في الدفع كليك انت كاوبريتور، بتقدم لك سيرفيسز كتير. زائد كمان هواوي بتقول لك فكره معينه، احنا الكواليتي بتاعتنا مش كويسه صح؟ يعني عندنا ايرور مظبوط؟ طب ما احنا عندنا كاست من الانجينيرز بينزلوا يصلحوا الايرورز دي، فما فيش مشكله خالص. يعني عندنا انجينيرز ينزلوا فما فيش مشكله، فالاوبريتورز يفضل. طب فودافون في القاهره اللي هي المناطق الكريتيكال اللي ما ينفعش نقعد يبقى فيها اعطال كتير، بتشتغل اريكشن. في المحافظات بتشتغل هواوي، اللي هي المحافظات بيقول لك ان مفيش ضغط والدنيا مش كريتيكال، مفيش ترافيك عالي، نشتغل هواوي. ده سيستم فودافون، مش عارف شركات تانيه تاني. تمام. طيب قول لي بقى، لما بيحصل عطل في الموقع، مين اللي بينزل يصلح العطل ده؟ الناس بتوع الفندور ولا الناس بتوع الاوبريتور اللي هم فودافون ودين اتصالات، والفندور اللي هم اريكسون والكتل وهواوي وكده؟ ولا دول ولا دول، بينزل ناس بتوع شركات زي ما اسلام بيقول السب كونتراكتور. دول اللي لما بيحصل عطل في السايت دول اللي بينزلوا. شركات السب كونتراكتور ايه؟ عندنا شركات كتير جدا في مصر، شركات السب كونتراكتور اللي هي بنسميها الاوت سورس. شركات السب كونتراكتور يعني اشهرها عندنا الكان، وعندنا يعني شركات كتير في الواحد، وسيستم فكروا لي، وموبايل لينك، شركات كتير قوي، شركات السب كونتراكتور كتير كده واسميها يعني. وماك طبعا شركه كويسه. دي شركات السب كونتراكتور. لما بيحصل عطل في السايت مين اللي بينزل؟ هم الناس دي، الناس دي بتوع السب كونتراكتور. العطل في السايت بينزل حد اسمه سايت انجينير. السايت انجينير غير الدرافتس،
سايت انجينير ده راجل بيطلع السايت فوق، بيطلع السايت يدخل يشوف الاعطال اللي فيه. لو هتشتغل كدرايف تيست يعني انصحك ماشي قدامك الشغل انا اشتغلها، بس ما تتعداش فيها اكتر من 6 شهور، لان هي ما لهاش نيكست ستيب قوي يعني، ماكسيمم 6 شهور يكون كويس جدا، تاخد خبره كويسه وتنتقل لخطوه ثانيه. انصحك بيها، انصحك تبتدي كراجل درايف تيست. درايف تيست ده هو الراجل اللي بينزل يعمل سيرفي، قاعد في العربيه وبيعمل سيرفي للنتورك، مش بيطلع سايتات او حاجه، دي اللي بيبقى ليها نيكست ستيب وبتفهم اكتر. بس السايت انجين برضو بتاخد منها خبره كويسه قوي كالتعامل وهكذا، يكون معاك تيم بتنزل انت تمانج الدنيا. طيب الناس بتوع فودافون، الناس بتوع فودافون عندهم مين؟ عندهم ناس اسمهم الناس بتوع الاوبتمايزر، اوبتمايزيشن، وعندهم الناس بتوع البلاننج، وعندهم مهندسين درايف تيست. ازاي؟ هنشوف دلوقتي ليه. الفندور كذلك، الفندور عندهم ناس بتوع اوبتمايزيشن وناس بتوع بلاننج والناس بتوع الدرايف تيست برضه عند الفندور. اولا الاوبتمايزيشن ده بيعمل ايه؟ بصوا يا جماعه، الناس بتوع البلاننج احنا عملنا بلان للنتورك زي ما شفنا كده. بعد ما بنعمل بلان للنتورك والنتورك بتجو اون وتشتغل، بيحصل مشاكل. المشاكل دي مين اللي مين اللي بيعمل لها مونيتور ومين اللي بيتابعها؟ الراجل بتاع الاوبتمايزيشن بيقول انا المنطقه دي عندي فيها مشكله، يا راجل يا بتاع الدرايف تيست انزل شوف لي ايه المشكله دي. فالراجل بتاع الدرايف تيست يشوف ايه المشكله ويودي حلها، يعني يبعت المشكله للاوبتمايزر، الاوبتمايزر يشوف الحل بتاعها ايه ويبلغ الراجل بتاع البلاننج، احنا عايزين نستبدل الانتنه اللي في السايت المعين، عايزين اكويبمنت جديده هنا كذا مثلا، عايزين نشفت الباور شويه او نشفت الانتنه، عايزين نقلل الباور وهكذا. تمام؟ يعني الراجل بلاننج دوره مستمر في حل المشاكل مع الاوبتمايزيشن. السب كونتراكتور عندهم مهندسين مين؟ عندهم درايف تيست وسايت انجينير. طب ليه الفندر وفودافون عندهم درايف تيست؟ لو المشكله خطيره قوي لازم فودافون والفندر يكون عندهم اكتفاء ذاتي، ان لا احنا هننزل حد من عندنا فاهم ونشوف ايه الدنيا مع الراجل بتاع السب كونتراكتور. تقدر تشتغل في فودافون على طول وانت كفريش جراديوت؟ مش صعبه والناس بتدخلها وهي فريش كتير، يعني مش العمليه صعبه ولا حاجه. ولو عندك خبره في مجال السب كونتراكتور طبعا هيكون ليك اولويه اكتر. بس هي دي الدنيا في الشغل، يعني سواء فيندر او اوبريتور، الشغل فيه كسالري كويس جدا، السب كونتراكتور بتتعلم منه بس السالري ما بتبقاش عاليه شويه. اي حد عنده استفسارات عن موضوع الشغل والليفلز عندنا في الموبايل كوميونيكيشن؟ السب كونتراكتور بالنسبه للبنات ما يعني ما بينزلوش سب كونتراكتور، ما ينفعش. لكن في الفيندر والفودافون والاوبريتور، لو فودافون الفندر بتلاقي بنات، الاستاف كله جوه معظمه بنات عادي خالص. ولسه فودافون كانت منزله اعلان عايزه بنات فريش جراديوت، مش طالبه منهم غير ان هم يكونوا عارفين 2 جي و3 جي، يعني حتى السي سي ان اي كمان ما كانتش طالباه. بس ده الدنيا كشغل في مجال الموبايل والبوزيشنز. نبتدي نرجع بقى تاني كده للكونسبت بتاعتنا، طلعنا شويه. طيب اي حد عنده اي استفسار يا جماعه قبل ما ندخل في حاجه كده لذيذه؟ ايه رايكم ناخد محاضره؟ احنا يوم المفروض المحاضره الجايه كانت هتبقى يوم الخميس، بس يوم الخميس اللي هيكون يعني الوقفه كل سنه وانتم طيبين. ايه رايكم ناخد الاربع؟ عندكم اوبشن ناخد الاربع من 10 ل 12، او يبقى الميعاد الجاي بعد العيد، نشوف كده الناس رايها ايه. تحس ان احنا يعني ندخل شويه، يعني كل ما بنكسب وقت وكل ما بناخد محاضرات بيكون افضل ليك. يعني يوم الاربع من 10 ل 12، بس ان احنا نخش شويه، يعني احنا لسه في 2 جي وفي 3 جي والدنيا، يعني مش عايزين نطول.
تمام. يعني اللي لو حصل عنده ظروف وما يقدرش يحضر يوم الاربعاء، السيشن بتتسجل، يعني فريق انوار الرساله بيسجل المحاضرات وبيرفعها على اليوتيوب باذن الله. المحاضره اللي فاتت والمحاضره ديت هيكون في الايام الجايه دي مرفوعين. وبستاذن استاذ احمد صلاح معانا، احنا يعمل لنا سيشن ليوم الاربعاء الجاي من 10 ل 12. تمام. والله انا عن نفسي يعني بقول افضل ان احنا ناخد كمان مره قبل العيد، عشان يعني ندخل شويه ونخلص اسرع، ما نطولش، نستنى بعد العيد لسه، وبعدين يعني بقول ان الدنيا تبقى احسن مني. لا، ما احنا هناخد الاربع جاي وبعدين هنوقف بقى الخميس، طبعا واقفه، والحد كمان هيبقى واقف، لان الحد ده هيبقى ثالث يوم عيد. فهنكمل مع بعض يوم الخميس اللي هو هيكون 23/7، دي هتكون المحاضره الرابعه، يعني المحاضره الثالثه الاربع الجاي. المحاضره الرابعه هتكون يوم الخميس 23/7 في نفس الميعاد الساعه 10، من 10 ل 12. وهنشتغل ازاي؟ هنشتغل خميس واحد، نمشي بقى خميس واحد، خميس واحد من 10 ل 12. ممكن ساعات لو انتوا معايا وانا عندي فاضي في وسط الاسبوع، ناخد نخطف محاضره مثلا الثلاث، نشتغل مثلا حد وثلاثة وخميس، بحيث ان احنا نمشي اسرع من كده. تمام؟ وانزل لكم جدول المحاضرات على الايفنت. طيب هو انت هنا كده، تمام. شكرا استاذ احمد. انت هنا دلوقتي لو واقف هنا بتعمل كود، ده سايت يا جماعه، السايت ده بيستخدم اف واحد والسايت ده بيستخدم اف اثنين. لو انت واقف هنا بتعمل مكالمه ومعاك التردد اف واحد، طيب ثواني نشوف سؤال. لا، بصي يا مهان، ساعات كده في يعني اولا السيجنالز ليها مشكله مع اي جدار، اي جدار بيعمل مشكله للسيجنال، يا اما هيعملها ريفلكت بالكامل، يا اما جزء منها هيعدي وجزء تاني ريفلكت. المهم ان هي مش هتعدي سليمه، هيحصل لها ديكريس في الباور عالية جدا. طب كمان بقى لو الجدار ده ما كانش اللي هو الطوب، كان الخرسان اللي هو الحديد المسلح، الحاجات دي بقى يعني هتعمل ازمه كبيره قوي. ويا سلام لو انت بقى دور اول كمان، ويا سلام مثلا لو هنا كمان حواليك مثلا بيوت كتير، كل ده ممكن اكيد يعمل لك ديد زونز في مناطق جوه البيت. ودي انا ما اقدرش، يعني على قد ما اقدر، ممكن احنا ما نقدرش نحكم، لان انت كمان عندك كيس في مصر غريبه جدا، يعني تبقى انت حاطه سايت هنا على اعلى العماره، تلاقي والسايت ده بيعمل ويف ده بشكل معين، تلاقي راجل كده كان هو البيت كده زي ما قلنا المره اللي فاتت، يروح طالع باربع خمس ادوار زياده مثلا، يعمل لي مشكله في الكفرج بتاعه، فيأثر طبعا، يعمل ريفليكشن ويعمل مشاكل كتير. تمام. بس في فعلا اماكن تلاقي فيها بيت كل بيت زوم، وبيبقى اغلب البيت ده تلاقي فيه خرسانه كتير، تحديد مسلح كتير، تلاقي دايما دور اول او ثاني مثلا. تمام. احنا ما بنقدرش نحكم العمليه دي كلها، بس اعتقد الكفرج اتحسنت بكتير عن قبل كده، اتحسنت بكتير قوي. طيب ولو لقيتيها مثلا لفودافون هتلاقي اتصالات كويسه، تلاقي مثلا يعني مش مستحيل تلاقي للثلاث شركات في حته في نفس الاريا الدنيا وحشه، مستحيل. طيب لو واحد هنا بيعمل كول،
لو واحد هنا بيعمل كول وشغال على اف واحد، وانت دلوقتي بتتحرك، عمال ماشي بتتحرك، وتبعد عن السايد بتاعك، تبعد عن السايد بتاعك لدرجه ان انت دلوقتي خلاص خرجت من نطاق السايد بتاعك. المفروض ايه اللي يحصل في اللحظه دي يا جماعه؟ لازم يحصل حاجه بحيث ان المكالمه ما تقطعش، ما تتصلش. وهي المكالمه هتفصل ليه؟ انت دلوقتي خلاص ماشي بتبعد عن السايد بتاعك، والباور اللي انت بتستقبلها بتقل جدا جدا، وبالتالي لازم ناخد قرار معاك بحيث ان الباور ما تتصلش، بحيث ان المكالمه بتاعتك ما تقطعش. يعني المفروض اللي يحصل، المفروض بكل بساطه انك تنقل من التردد اللي على السايد ده وتروح على السايد التاني، تعمل حاجه اسمها هاند اوفر. ان انت لو طالع من سايد وبتعمل مكالمه وماشي في اتجاه سايت تاني، الباور اللي انت بتستقبلها من السايت الاصلي بتاعك عماله تقل. فانا لو ما عملتكش، ما نقلتكش من السايت ده للسايت التاني، ما عملتكش هاند اوفر، المكالمه بتاعتك هتقع، لان الباور خلاص بتقل خالص. يحصل كل دروب، مظبوط. فلازم اعمل لك ترانسفير من السايت اللي انت شغال عليه للسايت التاني. الطريقه دي اسمها هاند اوفر. ازاي بالظبط بتتم في النتورك هنشوفها بإذن الله المحاضرة الجاية ندخل فيها. أولاً الهاند أوفر لازم يبقى سريع جداً، ما تحسش بيه. لأنك أنت لو كمستخدم حسيت إن اللي بيحصل حد بيحس بالهاند أوفر؟ يعني هل مثلاً وأنت بتعمل كول كده وسمعت مثلاً تون معينة يبقى تعرف إن في اللحظة دي بتعمل هاند أوفر؟ مفيش كده طبعا، مفيش حاجه زي كده طبعا، انت ما تحسش بيه اصلا. والمفروض يبقى سريع جدا، تمام؟ لان لو مش سريع بالشكل المطلوب ممكن المكالمه تقع. طيب عندي كذا كذا سؤال. اول حاجه، الاولويه عندنا لمين؟ يعني لو انت داخل على سايت والسايت ده ما فيهوش غير تايم سلوت واحد، تايم سلوت واحد بس، في اللحظة دي والسايد ده كان فيه واحد عايز يعمل مكالمة، وواحد عايز يعمل مكالمة في السايد، ودلوقتي واحد هيعمل هاند اوفر، الأولوية عند مين؟ للي بيعمل مكالمة ولا للراجل اللي هيعمل هاند اوفر؟ الله ينور، مظبوط مظبوط يا نور، مظبوط جدا. بصوا يا جماعه، احنا الاولويه عندنا للي هيعمل هاند اوفر لو انا عندي تايم سلوت واحده. ليه؟ لان الراجل اللي هيعمل كول ده فيه تو كيسز. اولا ممكن يكون بيرن مش بيعمل كول. الكيس الثانيه ممكن اللي بيتصل بيه ده ما يردش. فانا ليه اشتغل على حاجه احتماليه ما اعرفش احتمالاتها ايه؟ انا راجل دلوقتي عندي اوريدي بيعمل كول، ده الاولويه ليه. الاولويه ليه؟ تمام؟ ثاني، انت دلوقتي لو بتعمل هاند اوفر من سايت لسايت ثاني، السايت اللي انت رايح عليه ده ما فيهوش غير تايم سلوت واحده بس. السايت اللي انت رايح عليه ده فيه واحد لسه عايز يعمل كود وفي تايم سلوت واحده، ادي التايم سلوت دي لمين؟ للراجل اللي بيعمل هاند اوفر ولا للراجل اللي لسه هيعمل كود؟ الاولويه عندنا بتبقى للي بيعمل هاند اوفر. ليه؟ لان انا مش ضامن الراجل اللي هيعمل كود ده هو بيعمل كود فعلا ولا لا، ممكن يكون بيرن مش هيعمل كود، ولو بيعمل كود ممكن الطرف الثاني ما يردش عليه. فالاولويه عندي للراجل اللي اوريدي بيعمل هاند اوفر. تمام؟ طب لو اتنين هيعملوا هاند اوفر على سايت والسايت ده ما فيهوش غير تايم سلوت واحد، ايه اللي يحصل؟ ما في السايت ده ما فيهوش غير تايم سلوت واحد واتنين بيعملوا هاند اوفر، ايه اللي يحصل؟ لا، احنا ممكن نعمل حاجه. اول حاجه بدل اذا بدي كده، انا ممكن اعمل الحل ده. التايم سلوت واحد اقدر اشتغل بيه بحاجه اسمها هاف ريت، يعني اطلع على التايم سلوت اثنين. وهنشوف الطريقه دي قدام شويه. ممكن التايم سلوت ياخد اثنين او ممكن، بس في الحاله دي الكواليتي هتقل قوي قوي، يعني تحس ان المكالمه بتبقى الصوت فيها مش كويس بطريقه الهاف ريت. بس في حل تاني افضل، انتوا مش واخدين بالكم من حاجه. احنا فعليا مش تو سايت بس في منطقه الاوفرلاب ده، ده في سايت هنا وفي سايت تاني هنا وهكذا، وانت كموبايل في المنطقه دي مستقبل من كذا سايت.
يعني تقدر تكونكت مش بسايت واحد بس، ده في كذا سايت، في نيبورز، في جيران ليك جنبك. فما فيش مانع خالص ان الراجل ده يطلع على السايت ده واعمل ترانسفير للراجل التاني على سايت تاني، مفيش مشكله خالص. تمام، الحته دي واضحه. الهاند اوفر تاني هو انك بنقلك من سايت لسايت تاني عشان المكالمه ما تقعش. هو البريوريتي الهاند اوفر، الاولويه عندنا الهاند اوفر. الهاند اوفر لازم يكون سريع جدا. هو انت لو بتعمل، لو ما بتعملش كول وطالع من سايت لسايت تاني بيعمل لك هاند اوفر؟ حد يجاوبني على السؤال ده. لو ما بتعملش مكالمه وطالع من سايت لسايت تاني بتعمل هاند اوفر؟ لا. بتعمل هاند اوفر ليه؟ ما بتعملش مكالمه اصلا. لا لا يا لا اه طبعا لا طبعا ما بتعملش كول اصلا. مش محتاج، انت اصلا مش كونكتد بالنتورك يعني. انت مش انت لا شبكه بس مش بتعمل بروسيسنج مع النت، فعامل لك هاند اوفر على ايه؟ تمام؟ هاند اوفر ما بيتمش الا غير ديورنج الكول. في برضه حاجه تانية لذيذه في الهاند اوفر كده، عايزكم تاخدوا بالكم منها معايا عشان نخلص موضوع الهاند اوفر. بصوا يا جماعه الشكل ده كده اللي قدامنا ده، انت دلوقتي هنا المفروض في خط كده. الخط ده انت هنا الباور بتاعتك اللي بتستقبلها من السايت ده اسميه سايت واحد وده سايت اتنين. بص معايا في الحته دي، وانت في الحته دي بتستقبل باور من سايت واحد اكبر من اللي بتستقبلها من سايت اتنين، صح؟ طيب وانت في الحته ديت لما جيت هنا بقى بتستقبل باور من سايت اتنين اكبر من اللي بتستقبلها من سايت واحد، مظبوط؟ تاني تاني ده يا جماعه سايت واحد وده سايت اتنين. وانت في المنطقه ديت انت في اللحظه دي بتستقبل باور من سايت واحد اكبر من اللي بتستقبلها من سايت اتنين، صح؟ طب لما تيجي هنا، لا في اللحظه دي انت الباور اللي بتستقبلها من سايت اتنين بقت اكبر من الباور اللي بتستقبلها من سايت واحد. معنى كده ان في خط اللي هو الخط اللي قدامنا ده، قبله انت بتستقبل باور افضل من السايت اللي انت فيه، بعده انت الباور بقت افضل من السايت اللي انت رايحه. في مشكله في كده؟ طيب معنى كده ان انت وانت بتعمل مكالمه وانت بتتمشى كده، اول ما تعدي الخط ده اروح عامل لك هاند اوفر، صح؟ طيب لو رحت راجع خطوه تاني كده وعديت الخط ده اعمل لك هاند اوفر تاني. طيب ماشي كده تاني اعمل لك هاند اوفر تاني، راجع تاني كده ما ينفعش. ما ينفعش يبقى في خط قبله ما عملكش وبعده اعمل لك هاند اوفر، صح ولا ينفع؟ ما ينفعش احنا بنظن نتورك تبقى العمليه بالشكل ده. طيب نعمل ايه الحل؟ ايه الحل؟ حد مش عارف ايه القضايا اللي عندنا؟ ديني تمام؟ طيب الحل بسيط يا جماعه. انت وانت هنا كده حلو. مشكله الاونلاين ان انت محتاج تيماجن شويه، تركز شويه، بس هي المشكله. بس باذن الله عملها وصلت.
انت وانت هنا يا جماعه وانت بتتحرك كده وماشي، مش هعمل لك هاند اوفر غير لما تيجي هنا، تمام؟ بيبقى رينج، ما يبقاش فيه خط. طب رجعت تاني، ارجع براحتك، انت كل ده كونكتد مع سايت رقم اتنين، مش هرجعك تاني واعمل لك هاند اوفر لسايت واحد غير لما تيجي عند السيل ايدج هنا. خلاص بسيطه الحته ديت. طيب حد يقول لي لو احنا كان حاجه، اخر حاجه، اخر حاجه في حته الهاند اوفر، لو احنا كان ديزاين السيركت بتاعنا السايت بتاعنا بالشكل ده، مفيش اوفر لابنج، المنطقه بالشكل ده شارب كده، احتماليه الهاند اوفر ان يحصل ان هو ما يتمش هنا كبيره ولا قليله؟ كبيره جدا. ليه؟ انت لما عملت يعني العمليه لما تبقى شارب كده، احتماليه ان الراجل لما يجي هنا في المنطقه ديت ان الكول تقع احتماليه كبيره قوي. لكن لما عملت اوفر لابنج بقى ده افضل. يعني لما عملنا اوفر لابنج من شويه ده كمان خدمني ان الهاند اوفر ما يحصلش فيه في دور. خلاص ده موضوع الهاند اوفر كده، لسه هنرجع له تاني المحاضره الجايه باذن الله، ونشوفه بيتم ازاي في النتورك اليمنت يعني داخل النت. تمام. ندخل على كونسبت تاني كده لذيذ، احنا لسه في شابتر 1 بندي كونسبتس منفصله عن بعض، بنعمل معاك بيزكس للموبايل كوميونيكيشن ماشي عامل ازاي، تاخد بيزكس عشان تبني عليها، نديك كونسبت ماشي يا اسلام. دي لسه ده لسه ده انت عارف السوفت والسوفتر والهارد مش هنتكلم عنه غير في ال 3 جي، ده في ال 3 جي، ويعني المحاضره اللي قبل الاخيره في ال 3 جي كمان لسه قوي بدري يعني. طيب طيب تعالوا لجزئية إن عايز أقول لكم حاجة كده، لو أنا قاعد دلوقتي في قاعة وفي حد قريب مني، الحد يعني قريب مني مسافة، لما أجي أتكلم معاه أتكلم معاه بصوت عالي ولا صوت واطي؟ أتكلم معاه بصوت قليل يعني صوت عالي. طب لو حد في آخر القاعة خالص، المفروض ده لما أجي أتكلم معاه أعلي صوتي قوي، وهو لما يجي يتكلم معايا يعلي صوته، لان ده في الاخر خالص. تمام. طب ينفع الراجل البعيد عني ده لما اجي اتكلم معاه اتكلم معاه بصوت واطي، وهو يتكلم معاه بصوت واطي، مش هنسمع بعض. طب ينفع الراجل اللي هو قريب مني ده لما اجي اتكلم معاه اعلي صوتي قوي؟ يعني انت لو واحد جنبك واقف جنبك تيجي تتكلم معاه اعلي صوتك، اعلي صوتك قوي عشان وانت بتكلمه؟ لا ما ينفعش، ده واقف جنبك وطي صوتك. وهكذا نفس الكلام بيحصل في النتورك. يعني تعال نشوف ازاي. دلوقتي دي ده سايت، السايت بتاعنا اهو بالشكل ده. واحد واقف قريب قوي من السايت، واحد واقف بعيد خالص على حدود على حدود السايت بتاعنا. طيب الراجل القريب ده لما يجي يكونكت مع السايت، المفروض يكونكت باور عاليه ولا باور قليله؟ الراجل القريب ده المفروض يكونكت باور عاليه ولا باور قليله؟ قليله طبعا، ده قريب. طب الراجل البعيد خالص ده لما يجي يكونكت مع السايت المفروض يعمل ايه؟ يبعت ايه؟ باور عاليه طبعا. طيب معنى كده ان السايت بتاعنا مش بيتعامل مع القريب زي البعيد، القريب هيتعامل معاه ببار قليله والبعيد هتعامل معاه بار عاليه. خلاص. هو ازاي السايت بتاعنا هيعرف منين مين القريب منه ومين البعيد عنه؟ انا هعرف مين؟ ما لسه هقول ده يعني. انا هعرف منين كسايت الراجل ده قريب فتعامل معاه بار قليله، والراجل ده بعيد فتعامل معاه بار عاليه؟ في كذا طريقه هتيجي في دماغك، بس احنا الطريقه اللي بنتعامل بيها هي الطريقه اللي هقولها دي. السايت ده، ركزوا معايا، السايت ده بيقول لكل الناس اللي في الكفرج اريا بتاع الدايره دي، بسميها الكفرج اريا بتاعت السايت، يعني نطاق التغطيه بتاع السايت. السايت ده بيقول لكل الناس اللي في الكفرج اريا، يا موبايلات انا الماكسيمم باور بتاعي اكس، وليكن اكس ده 10، 10 مثلا، رقم 10 مثلا. فكل الناس عرفت ان الماكسيمم باور بتاع السايت ده 10. طيب الراجل ده هيجي يعمل كول، هيبعت الاشاره باور عامله ازاي؟
هيبعتها بباور 10، فاهم؟ الراجل ده هيعمل كول، هيبعت الاشاره بباور ايه؟ هيبعتها ب 10 برضه نفس الكلام. طيب الراجل ده بعت الاثنين دول بعتوا ب 10، المفروض القريب بعت ب 10 وصلت الاشاره بباور 8. الراجل البعيد عشان هو بعيد المسافه كبيره، فلما بعت ب 10 مثلا جنيه مثلا، بدي معاك ارقام، الاشاره وصلت بباور 2. البي تي اس لقى اشاره واصله ب 8 واشاره مع الراجل ده واصله ب 2، يعرف ان الراجل اللي واصله ب 2 ده الراجل ده بعيد عنه قوي، فيبعت يقول له ايه؟ يبعت يقول له خليك زي ما انت، ابعت بالماكسيمم باور. طب الراجل اللي واصله ب 8 ابعت اقول له لا انت قريب، قلل الباور بتاعتك شويه، ابعت مثلا ب 4 هتوصل 2 و2 اكسبتد بالنسبه لي. بالظبط، انا في قاعه مش عارف مين القريب ومين البعيد، بقول للناس كلها لما تيجي تتكلموا معايا علوا صوتكم قوي. القريب مني لما جه يتكلم معايا على صوته قوي، صوته وصل لي عالي فعرفت ان هو قريب مني، قلت له لا وطي صوتك شويه. البعيد عني لما جه يكوميونيكيت معايا على صوته قوي، يا دوبك صوته سمعته، افهم ان الراجل ده بعيد، اقول له خليك زي ما انت عشان اسمعك. هي دي الفكره يا جماعه. طب ده كله بيحصل فين؟ بيحصل في الانيشيات بتاع الكول، يعني الوقت اللي انت تيجي تتصل فيه، الوقت ما بين الاتصال وان الجرس يطلع عندك تسمعه، الوقت ده بنعمل فيه تثبيت للباور، بنظبط الباور. طيب ساعات الدليل على كده، ساعات الموبايل بتاعك يبقى هيفصل شحن، فتيجي تعمل في كول تلاقيه فصل شحن خالص. ليه؟ لان اصل هو في لحظه انك لما قلت له هعمل مكالمه بانيشيت الكول بيبعت الماكسيمم باور، فجه يبعت الماكسيمم باور الباتري ما قدرتش فراح فاصل شحن. تمام؟ ساعات الكيس دي بتلاقوها كتير. لسه استعمل الاكسس الكنترول شانل. طيب السؤال بقى اللي انت هيجي في دماغك، لو الراجل ده بعد ما ظبط الباور اللي هو قريب ده ابتدى يبعد اثناء المكالمه، والراجل البعيد ده ابتدى يقرب، المفروض اللي يحصل، المفروض يحصل ابديت. يعني لما القريب يبعد المفروض يزود الباور، صح؟ ولما البعيد الراجل اللي هو بعيد اللي كان بيبعت بالماكسيمم باور ده هيبتدي يقرب، يعني بيتحرك ويبتدي يقرب من البي تي اس، المفروض يقلل الباور بتاعه، صح؟ فعشان كده في ابديت كل 480 مللي سكند، كل 480. الموبايل والبي تي اس اثناء المكالمه دايما في حاله ميجرمنت للباور، وكل 480 مللي سكند بياخدوا قرار من الاتي: يا اما اقول لك علي الباور لو انت بتبعد، او قلل الباور لو انت بتقرب، او خليك زي ما انت لو انت واقف في مكانك. تمام؟ تمام يا جماعه. تاني، كل 480 مللي سكند بيكون في ابديت، وبناخد قرار من الثلاثه: علي الباور لو انت بتبعد عن عن السايت، وقلل الباور لو انت بتقرب من السايت، وخليك زي ما انت لو انت واقف في مكانك. في مشكله في كده؟ تمام الدنيا كده؟ تمام. ده الباور كنترول يا جماعه، ده الدنيا بتاعتي ده. في كيس تانية كده لذيذة أوي، قال لك أنت لو كنت واقف هنا مثلا، واقف في المنطقة دي، بلاش ناخد العملية دي، قال لك لو أنت واقف كده هنا في حدود السايت ابتديت تبعد، المفروض أعمل إيه معاك؟ المفروض أقول لك علي الباور، صح؟ المفروض لو أنت واقف هنا وبتبعد المفروض أقول لك علي الباور. الأبديت بتاعنا كل كام؟ كل 480 مللي سكند. أنت عارف أنت لو هنا ابتديت تتحرك ومشيت بسرعه اكبر من 250 كيلومتر في الساعه، يعني انت لو كنت مثلا هنا او ابتديت تتحرك وتبعد عن البي تي اس بسرعه اكبر من 250 كيلومتر في الساعه في اللحظه دي، وانت على السرعه دي انت بقيت ماشي بسرعه اسرع من زمن الابديت بتاعنا، اسرع من ال 480 مللي سكند زمن الابديت ده، وبالتالي انت لو بتبعد عن السايت قوي
ممكن ما الحقش اقول لك على الباور، وبالتالي ممكن الكول تقع. وعشان كده ال 2 جي سيستم بيسبورت سرعه اب تو 250 كيلومتر في الساعه. يعني انت لو ماشي بسرعه اكبر من 250 كيلومتر في الساعه وبتبعد عن السايت، ال 2 جي سيستم ممكن ما يقدرش يسبورتك انك تقدر تعمل المكالمه، والمكالمه تتم زي ما هي يعني. ماشي، المكالمه في اللحظه دي ممكن يحصل لها ضرر. تمام تمام يا جماعه، يلا الاسئله، احنا كده ماشيين بريد كويس. اي اسئله؟ بص، لنا يعني ربع ساعه، من ربع ساعه مش اكتر من كده باذن الله. في حد عنده اي اسئله، استفسارات عن اي حاجه؟ الجروب هتلاقوا عليه السيشنز كاملة، سيشن من 1 لغاية سيشن 7 في الجي اس ال، تلاقوا عليه كل الابديتس. ده الجروب بتاع الكورس. لو عايزين نعمل لكم جروب ليكم لوحدكم يكون خاص بيكم انتوا، ممكن حد يكاري الجروب بدوميل ايميل والناس ينزلوا عليه بنك، بحيث ان ده يبقى الجروب ده مخصص ليكم كما تحب، يعني زي ما انتوا عايزين. وانا معاكم، قلت لكم مش الساعتين دول بس، انا معاكم اون تايم على الفيسبوك او عن طريق ايه، في اي استفسار في اي سؤال انت عايز. الموبايل زي ما انتم شايفين هو مش بيحتاج فعليا مذاكره. الموبايل هو كونسبت كده بتتراكم على بعض، يعني كونسبت بتتفهم، مش محتاج مذاكره. ممكن بس تحتاج ان انت تقرا بس شويه حاجات وهكذا، لكن تراجع يعني تشوف السلايدز بس مش اكتر. لكن انك تقعد تذاكر وتحل مسائل والجو ده، لا لا مفيش كده خالص. بس كده كده الكونسبتس احنا بنعيد عليها كذا مره، ما تبقاش مره واحده. وانا دايما بعتمد ان انت او اي حاجه بشرحها لاول مره بتوصل بنسبه مثلا 70%، لما بربيت عليها تاني بتوصل بقى باذن الله بشكل 90% 100% باذن الله. تعالوا كده نشوف، ربنا يخليك. شكرا. بصوا يا جماعه، احنا هو السايت بتاعنا ده، السايت اللي هو بتاعنا يكفر قد ايه؟ يكفر شارعين ثلاثه مثلا، ولا يكفر 2 او 5 كيلو، ولا يكفر 30 كيلو مثلا؟ يعني هو ايه اللي بيحكم الكفرج بتاعت السايت؟ بيحكمها ثلاث عوامل. اول حاجه ده السايت بتاعنا اهو، لو انا عايز اخلي السايت ده النت او يطلع باور عاليه، سوري يعمل كفرج كبيره، يعني كفر مساحه كبيره جدا، المفروض اعمل ايه؟ اعمل ثلاث حاجات. اول حاجه اعلي الباور قوي، اعلي الباور بتاع السايت ده عن طريق ايه؟ عن طريق ان انا بغذيه بالكتريستي اكبر شويه. كل ما بزود الكتريستي اللي انا بفيد بيها الانترنت بتدي باور اكبر. يعني يقدر نعمل كفرج ان انا نهايه، لا ما هي الانترنت دي ليها ماكس، يعني نقدر نوصل مثلا ل 35 كيلو في ال 2 جي. 35 كيلو ده ممكن يبقى ماكس، ممكن نلاقي حاجات بتسبورت اكتر، بس ده الافرج بتاعه. طيب اول حاجه لازم تزود الباور، تاني حاجه تعلي الهايت بتاع تعلي ارتفاع السايت بتاعنا. يعني كل يا جماعه، ما ال كل ما السايت ده بيرتفع عن الارض مع زياده الباور، كل ما هتاخد منه كفرج جديده، تاخد منه نطاق تغطية كبير. تمام؟ زائد حاجة كده تانية مش عارف يعني أعرف أوضحها لكم ولا لأ، حاجة اسمها تالت حاجة، هي حاجة اسمها التل. ثانية لحظة هرفع لكم صورة توضح لكم التلت ده إيه. ثانية كده بسرعة كده هرفع لكم صورة سريعة توضح التلت ده ايه. ثواني
يعني عايز كفرج كبيره اعلي باور واعلي هايب، عايز كفرج قليله اقلل الباور واقلل كمان الهايب ده. موضوع التنت ده مهم، احنا كده كده يعني ممكن نشوفه في الدراك تيست. خلص من الصورة. ثانية ارفعها لكم اهي. عندك الصورة؟ لا خلاص انا رفعتها يا اسلام. ماشي. يعني ارفعها برضه ممكن تكون صورة كويسة يعني. أحسن من عندك. التلت ده يا جماعه هو زاويه الانتنه. ماشي ارفعها اصلا ممكن تكون صوره احسن من اللي هتفضل. زاويه الانتنه يا جماعه، التلت ده هو زاويه الانتنه. يعني لو الانتنه كل ما تكون باصه لتحت بالشكل قدامنا ده تاخد الصوره ظهرت. فايت مش كويسه شويه. بصوا يا جماعه احنا عندنا الكيس ديت نسميها نو تلت، ان هي الانتنه باصه واقفه كده بشكل مستقيم. الشكل ده اللي هو الداون تيلت يعني خليتها تركز لتحت. الشكل ده يا جماعه اللي هو الشكل رقم اثنين بيقول انك ركز الباور بتاعتك على منطقه معينه، يعني ما تجيبش كفرج عاليه. الشكل ده ما يدكش كفرج عاليه، بتركز الباور بتاعتك على المنطقه اللي انت فيها. تمام؟ الراديشن ده. الشكل ده بقى هو ده اللي بيديك كفرج عاليه، ان انت تعمل اب تيلت تاخد منه كفرج كبيره جدا. ده ثالث اليمنت عندنا. يعني الكفرج عندي في السايت بتعتمد على ثلاث حاجات. عايز كفرج عاليه، زود الباور، زود الهايت، واعمل اب تيلت. عايز كفرج عاليه، يا ريت يا ريت يا اسلام، ده حاجه كويسه جدا، بارك الله فيك. عندنا عايز كفرج مش عاليه، اعمل ايه؟ اقلل الباور واقلل الهايت واشتغل داون تيلت. داون تيلت، حد عنده مشكله في حته التيلت دي يا جماعه؟ متخيلينها شويه؟ يمكن ما شفتوش شكل، انتوا ما شفتوش باين شكل الانتنة على السايد بيبقى عامل ازاي. اعتقد في صوره هنا في الباوربوينت هوريها لكم، شوف بيها شكل الانتنة في السايد هيكون عامل ازاي. اعتقد الصوره اللي قبل الاخيره. اهو ده يا جماعه السايد بتاعنا، ده السايد بتاعنا، ودي الانتنات اللي بتبقى موجوده، هي دي اللي بتمت الراديشن. كل ما الهايت ده بيعلى زائد بغذي باور بالكتريستي اكبر فيجيب باور اكبر يعمل لي كفرج كبير. تمام؟ انا بقى بقول السايد ده كده لو الانتنه دي عامله تلت بزاويه مثلا نازله كده شويه، يبقى احنا بنركز الكفرج بتاعتنا ان احنا مش عايزين نغطي مساحه كبيره. لو عاملين اب تلت يبقى احنا عايزين مساحه كبيره. ما تفتكرش ان احنا بنعمل ده الداون تلت بيبقى 4 5 ديجري، يعني حاجه قليله قوي مش حاجه كبيره. تمام؟ طيب تعالوا بقى نطلع من الحكايه دي ان احنا عندنا ثلاث انواع من السايت. اول نوع اسمه ماكرو سايت، وده السايد ده بيديك كفرج من 1 كيلو متر ل 20 كيلو. عندنا حاجه اسمها مايكرو سايد، وده بتاخد منه كفرج من 200 متر ل 1 كيلو. وثالث نوع عندنا حاجه اسمها البيكو، وده بيبقى من متر تو 200 متر. ايه ده؟ ايه الحكايه دي؟ بص يا سيدي، المايكرو سايد ده بنستخدمه فين؟ تتوقع كده؟ بنستخدمه في المناطق اللي ما فيهاش كباستي عاليه، اللي هي مثلا منطقه ريفيه ومفيش كباستي عاليه، يكفي ان انا اجيب سايت واحد واعمل له بيه كفرج عالي. لكن المايكرو سايد بستخدمه في المناطق في القاهره بالذات، هنلاقي كلها كفر بالمايكرو سايد. البيكو سايد بنستخدمه في المولات، تحديد في سيتي ستار والشوارع اللي فيها كباستي عاليه. اوضح اكتر، مثلا
انا اه انا انا ما وضحتلكمش حاجه. بص يا جماعه، لو انا عندي هنا منطقه كده، احنا هتخيل معاك ان السايد بيشيل 100 شخص وعندي هنا 100 واحد، والمنطقه دي كانت 20 كيلو، تفتكر اجيب لها كام سايد؟ تاني السايد بتاعنا بيشيل، السايد بتاعنا بيشيل بيكفر او بيقدر يكاري 100 واحد، يعني يوفر 100 شانل، والمنطقه دي كان فعلا فيها 100 واحد عايز يتكلم في نفس الوقت، والمنطقه دي كانت الاريا بتاعتها 20 كيلو، اجيب كام سايت؟ هو سايت واحد يكفي، هنا سايت واحد بس، صح؟ انا بقول السايت بتاعنا في 100 شانل، والمنطقه دي فيها 100 واحد عايزين يتكلموا، فاجيب سايت واحد. طيب منطقه ثانيه نفس هي المساحة بس فيها 2500 واحد عايزين يتكلموا، والسايت بتاعي بيكاري 100 شانل، أجيب كام سايت؟ هنا كان في 2500 واحد، أجيب كام سايت؟ أحتاج أجيب 25 سايت، بس يبقى الكفرج بتاعته صغيرة، أصغر السايت بتاعي بالشكل ده كده. تمام؟ فهمتوا ايه الفرق؟ ده يا جماعه ده الماكرو بتاعنا، ده اسمه الماكرو سايت، ودي اللي الكفرج بتاعته من 1 كيلو ل 20 كيلو، وده مايكرو اللي بيستخدم في القاهره والاماكن اللي فيها كباسيتي عاليه، وعندنا البيكو اللي هو الكيس الثالثه، ان انا عندي 5000 واحد عايزين يتكلموا، وبالتالي هجيب 50 سايت، وفي الحاله دي هقلل الكفرج قوي. واحد يقول لي انت ايه اللي انت بتعمله ده؟ ما احنا نجيب كده، ما انا ممكن اجيب سايت واحد بس وازود فيه عدد الترددات، احط فيه البند كله، انا ليه مخلي الكباسيتي بتاعت السايت 100 شانل بس؟ اقول لك يا باشا، انت لو عملت الحكايه دي تعالى كده نعمل الحكايه دي، يعني جبت سايت كبير قوي، يعني كبرت حجم السايت قوي، وحطيت فيه في السايت ده كل البند بتاعي اللي هو مثلا من اف 1 لاف 7 مثلا. في الحاله دي سيادتك قول لي بقى السايت اللي جنبه هتحط فيه ترددات منين؟ ما انت خلاص حطيت البند بتاعك كله، وتروح حاطط من اف 1 لاف 7 برضه، الشكل ده انترفيرنس على طول كده تداخل. فاحنا بنحتاج ان احنا لو في كباستي عاليه في ضغط جامد زي مثلا القاهره، نقلل قوي حجم السايت بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهو، ونعمل ايه؟ نحط، ما نحطش في سايت واحد البند كله، نحط مثلا هنا اف 1، هنا اف 2، هنا اف 3، وهكذا، ونرجع نستخدم تاني اف 1، بس في اللحظه دي المسافه ما بين اف 1 هنا واف 1 هنا مسافه كبيره غير الكيس الاولى. ها الحته دي تمام؟ الحته دي تمام؟ ليه بنقلل حجم السايت ونعمل له ريبيتيشن كتير فيها مشكله؟ ايه حكايه البيكو؟ احنا كده عرفنا الماكرو فين؟ في المناطق اللي ما فيهاش كباسيتي عاليه، والمايكرو في المناطق اللي هي زي القاهره. البيكو بقى يعني ايه بستخدمها في المول؟ بصوا يا جماعه، تعالوا نشوف كيس زي الكيس بتاع سيتي ستار ده. سيتي ستار ده مول كده كبير، في كباسيتي عاليه قوي، في ناس كتير كل شويه بتدخل سيتي ستار. احنا عندنا هنا بره كده في شارع او الشوارع بتاعتنا، الشوارع دي هنا في سايت، السايد ده شغال مثلا، هتخيل معاك ان هو شغال على اف 1 تردد واحد بس، وهكذا، وهنا بقى سايد تاني. السايد دول، السايد دي يا جماعه بتعمل كفرج للشوارع، ليه؟ بتعمل كفرج للشوارع والناس اللي هي ساكنه حوالين سيتي ستار. حد بقى يرد عليا، تفتكروا الناس اللي هي جوه سيتي ستار لما تيجي تعمل كول اخليها تعمل كولز على السايدز ديت اللي هي بره ديت، يعني ارمي الترافيك بتاعهم على السايدز اللي بره، ولا اعمل لهم ايه؟ حد يرد كده عليا السؤال ده. الناس اللي هي جوه ده اشتغل معاهم ازاي عشان اعمل لهم كفرج، علما ان السايتس اللي بره دي بتكفر الناس اللي هي في الشوارع المحيطه والبيوت، وسيت ستار في كباستي عاليه، اعمل ايه؟ دي دوار كده، دور اول وثاني وثالث وثالث. ما ينفعش، مش منطقي ان الناس اللي هنا جوه المول ارمي الترافيك بتاعها لما تيجي تعمل كول على السايتس اللي بره. طب الحل ايه؟ الحل ان انا اجيب انتنه كده اسمها بيكو، بيكو انتنه صغيره قوي، انت اصلا هتفتكر ان هي سنسور، سنسور حريق ولا حاجه،
والانتنه دي حطها في كل دور بالشكل ده. الانتنه دي الباور بتاعتها قليله قوي، بتكفر بتعمل كفرج 200 متر بالشكل ده كده، تمام. واعمل لهم اون كفرج. بس في الحاله دي انت تعرف تقدر تعمل ايه؟ يعني لو هنا شغالين اف 2 تقدر هنا تشتغل على البيكو سايتس اللي هنا دي باف 2. هتقول لي ايه ده، هو مش انترفيرنس؟ لا، الاف 2 اللي هنا دي بتطلع باور قليله جدا، البيكو سايت بيطلع باور قليله جدا لدرجه ان هو الباور بتاعتها مش بتنزل من الدور اللي تحت ولا بتطلع بره المول اصلا. وكده كده الاف 2 بعيد شويه، ف عقبال ما بيوصل عند المول، واحنا كده كده لازم نقلل الباور بتاعته عشان الانترفيرنس ما بتكونش وسط، فنقدر نعمل ريبيتيشن. فالبيكو سايت بيعمل لك حلول للمناطق اللي فيها كباستي عاليه. المره الجايه اوريكم صور ليها. اللي عنده اي اسئله؟ خلاص فاضل 3 دقايق بالظبط، هناخد اخر لقطه معانا عشان نبقى خلصنا شابتر 1. احنا كده الحمد لله مشينا بريك كويس قوي، المحاضره دي كان فيها بركه كده، خدنا فيها حاجات كتير يعني. احنا كده خلاص باذن الله بنخلص شابتر 1. يوم الاربعاء هريفيو معاكم تاني على الكونسبت دي بالكامل، نعمل ريفيجن كده سريع على الكونسبت كلها. اخر نقطه عايز اقولها في الشابتر ده، الشابتر الجاي باذن الله يوم الاربعاء هنبتدي في النتورك، نشوف بقى نتورك الجي اس ام وازاي النتورك بتوريت، والدنيا في النتورك كويسه جدا. دي يا جماعه ده شكل النتورك الجي اس ام، النتورك بتاعتنا في النتورك. لا يا محمد، احنا ما بيشيلش تردد واحد، لا احنا قلنا في اول المحاضره السايد بيشيل ترددات كتير مش تردد واحد، على حسب يعني على حسب الترافيك، المنطقه دي فيها تردد، فيها ضغط عالي ولا. اخر حاجه يا جماعه، احنا عندنا ركزوا معايا كده في الارقام دي، عندنا 7000، عندنا 7000 سايت مصر فودافون بتكفر بيهم مصر كلها، وفودافون دلوقتي عندها 40 مليون يوزر، ده 40 مليون مستخدم. انا دلوقتي عندي 7000 سايت وعندي 40 مليون مستخدم، كل مستخدم من دول موجود دلوقتي في سايت معين، صح؟ طيب انا عايز اعرف دلوقتي انا كنتورك اعرف كل واحد من اليوزرز دول موجود في انهي سايت دلوقتي. ليه؟ عشان لما تجي لك كول اقدر اكونكت بيك، صح؟ انا دلوقتي عايز اعرف انت موجود في انهي مكان عشان لما تجي لك كول اكونكت بيك. واحد يقول لي ليه تعمل كده؟ ما لما تجي لك كول ادور عليك في مصر كلها، ادور عليك في ال 7000 سايت. هل الحل ده منطقي؟ ان لما تجي لك كول ادور عليك او اعمل عليك سيرش في مصر كلها؟ مش منطقي. واحد خلاص يقول لي هنسجل كل واحد هو موجود فين. حلو قوي، هسجل كل واحد من ال 40 مليون هو موجود في انهي سايت دلوقتي، ولو سيادتك طلعت من سايت ورحت سايت تاني هعمل لك ابديت، صح؟ عشان انت غيرت السايت فعايز اغير مكانك، عايز اعدل اعمل ابديت في المكان بتاعك وهكذا. فانت تخيل انت عايز داتا بيز عامله ازاي، وعايز بروسيسنج سيجنال بروسيسنج عامل ازاي، انك تسجل ال 40 مليون مشترك هو موجود في انهي سايت دلوقتي، ولما تغير تطلع من سايت لسايت تاني. احنا في القاهره هنا قلنا السايت مثلا ممكن تلاقيه بيكفر اربع خمس شوارع، او بيكفر مثلا ماكسيموم 1 كيلو. كل بقى ما تطلع من سايت لسايت تاني اسجل اعمل ابديت لي تاني، احنا عايزين نعرف انت موجود في انهي سايت دلوقتي. ليه؟ عشان لما تجي لك مكالمه اكونكت بيك انا كنتورك اكونكت بيك، خلاص. طيب ايه الحل يا جماعه؟ ايه الحل للحكايه دي؟ انا عايز طريقه اعرف بيها اليوزرز هم موجودين في انهي حته في النتورك دلوقتي، من غير ما يبقى عندي داتا بيز عاليه ويبقى فيه بروسيسنج عالي. ايه الحل؟ اضربها لكم شويه يا جماعه. دلوقتي مثلا انت بتقول لي انا موجود في قاعه
في قاعة، عندي قاعة فيها ناس كتير، مش منطقي خالص إن أنا أسجل كل واحد هو موجود في أنهي قاعة دلوقتي، في أنهي مكان بالظبط، في أنهي كرسي. فالحل إيه؟ الحل إن أنا أقسم الناس دي لجروبس، وأعرف أنت موجود في أنهي جروب، ولما أحب أعوزك أشوف أنت موجود في أنهي جروب، موجود في جروب واحد مثلا اللي فيه 20 واحد، أروح على الجروب ده وأنادي عليه. فاللي هيحصل بالشكل ده كده، أنت دلوقتي في مدينة نصر، كنت في أول عباس، في صاله في اول عباس، ورحت لاول مره، المفروض اعمل لك ابديت؟ لا، انا كنتورك عارف ان انت في مدينه نصر، فين في مدينه نصر ما يهمنيش، ولما تجي لك كول هروح لمدينه نصر انادي على كل السايت اللي في مدينه نصر، والسايت اللي انت فيها يرد عليا. طيب رحت من مدينه نصر المهندسين، دي منطقه تانيه، ده لوكيشن اريا تاني، في اللحظه دي هعمل لك ابديت، يعني اسجلك ان انت دلوقتي في المهندسين. طيب لما تجي لك كول، هعمل عليك، هروح على المهندسين وانادي عليك في كل السايتس اللي فيها، والسايت اللي انت فيها يرد عليا. طب انت عمال تتحرك جوه المهندسين، بيطلع من سايت لسايت تاني، بتسجل عندي؟ لا ما بيهمنيش. يعني من الاخر كده احنا بنقسم السايت النتورك بتاعتنا لجروبس. كل مثلا 100 سايت بقسمه جروب، والجروب ده بسميه لوكيشن اريا. مثلا مجموعة السايتس اللي في مدينة نصر سميتها لوكيشن اريا 1، لوكيشن اريا 1، ومجموعة السايت مثلا في المهندسين سميتها لوكيشن اريا 2. انت دلوقتي جوه لوكيشن اريا 1، جميل؟ ثواني بس. انت دلوقتي جوه لوكيشن اريا 1، طلعت من السايت ده رحت للسايت التاني، هعمل لك ابديت؟ لا، انت خلاص متسجل ان انت في لوكيشن اريا 1، ما يهمنيش انت فين بقى في لوكيشن اريا 1، ما يهمنيش انت في انهي سايت. لما تجي لك كول هعمل ايه؟ انت في لوكيشن اريا 1، هروح على لوكيشن اريا 1 وانادي، بعمل حاجه اسمها بيجنج، شوف هي ايه، بنادي على كل السايت اللي في لوكيشن اريا 1، والسايت اللي انت متسجل فيه بيرد عليا بيقول لي الراجل ده عندي. خلاص؟ طيب دلوقتي انت بقى طلعت من لوكيشن اريا 1 للوكيشن اريا 2، في اللحظه دي بتبلغ النتورك، وهنشوف بقى الحكايه دي بتتم ازاي في سيشن، في المحاضره رقم 5، بتبلغ النتورك انك غيرت اللوكيشن اريا بتاعك. ففي اللحظه دي بسجلك ان انت في لوكيشن اريا 2، انهي سايت جوه لوكيشن اريا 2 ما يهمنيش. لما تجي لك كول هروح على لوكيشن اريا 2 وهنادي، هعمل بيدجنج على كل السايتس اللي في لوكيشن اريا 2، والسايت اللي انت فيه هيرد عليا، وهكذا. وده الكونسبت اللي احنا بنسجل فيه اليوزرز في النتورك، ما بسجلكش انت في انهي سايت، بسجلك انت في انهي جروب اوف سايت، في انهي لوكيشن اريا. محاضرتنا خلصت النهارده كده، يعني خدنا جزء حلو الحمد لله. اي حد عنده اسئله يسال كده. الحمد لله شابتر 1 خلص، خدنا جزء كويس جدا. شابتر 1 قلنا بيزك كونسبت، حاجات كده مش مرتبطه ببعض، باور كنترول وهاند اوفر وتايب اوف سايت ولوكيشن اريا، حاجات كده كلها تحس ان هي نوت ريليتد، بس الكونسبت دي هتبتدي بقى من اول السيشن الجايه نجمعها، ونشوف بقى، شوف الناتج بتاعتنا ماشيه ازاي، نبتدي نبني عليها بقى ونربط الكلام ده كله ببعض. عارف ان في اسئله كتير قوي في دماغك، ازاي الكل بيتم، في حاجات لسه الهاند اوفر ازاي بيتم، اللوكيشن اريا دي ازاي بيتم، كل ده لسه في السيشنز الجايه. سلسليني عيب الاب تلت، ما انت لما هتعمل اب تلت ممكن تعمل اب تلت ويأثر عليك في ان الناس اللي تحت السايت نفسهم مش جاي لهم سيجنال، انك بقيت تكفر يعني منطقه عاليه قوي والناس اللي هم تحت مش جاي لهم سيجنال، فدي ده من عيوب الاب تلت، ده من عيوب الابديت. محاضرتنا الجايه يا جماعه هتكون يوم الاربع، يوم الاربع باذن الله الساعه 10 هينزل اللينك بتاع المحاضره، استاذ احمد هينزله، واي استفسارات انا معاكم خلال الايام الجايه. الموبايل كونسبت بتتفهم، بس مش محتاج مذاكره ولا مجهود في اي حاجه، باذن الله هنعمل ريفيجن سريع المره الجايه على الكونسبت دي تاني. بشكركم جدا، وبالتوفيق بإذن الله. شكرا.